راح نبلش يعني هي صار 10 دقائق. بسم الله، خلينا نعرف اول شيء تعريف فيك بعدين بنسلمك الله يسعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسلسلتنا الهندسيه، ولقائنا الجديد اليوم مع المهندس حنا يعقوب. الحقيقه اللي نحن بسرنا كثير وبنسعد وبنفتخر بزملائنا الموجودين بأصقاع الأرض، سواء بأمريكا، بكندا، بالخليج، بأوروبا، واللي اشتغلوا بمشاريع استراتيجية ومشاريع هامة. لقاءنا اليوم الدكتور أو المهندس حنا يعقوب راح يتحدث لنا عن معالجة المياه، دورة المياه والأنظمة لمعالجة المياه والمعالجة الأولية والرئيسية وكيفية التحكم ومراقبة محطات المعالجة. بتعريف عن المهندس حنا يعقوب، خريج جامعة حلب عام 1999، انتقل للعمل في دبي بعام 2002 واشتغل بمشاريع الحقيقة استراتيجية، منها مشروع المترو ومشروع مطار دبي التيرمينال 3 وفندق الأطلانتس، وكل مشاريع كبيرة ومعروفة من مشاريع الأعلام بالإمارات. نال جائزة حكومة دبي بمشروع المترو لسرعة الإنجاز والجودة، وهذا الحقيقة فعل الأستاذ حنا كمان بنفخر بهالشيء، يعني الحقيقة بنتمنى لك الخير. شكرا. انتقل لكندا بعام 2012 للعمل بنفس فرع الشركة اليابانية التي كانت تعمل بدبي، وكمل فيها وما زال بالشركة، وهو الآن نائب رئيس قسم التخطيط. خبرة كبيرة، وأكيد اليوم محاضرتنا معلومات قيمة إن شاء الله راح تسمعوها لكل الزملاء اللي سألونا سابقاً عن محطات المعالجة. وبترك معك الشاشة أستاذ حنا، أهلا وسهلا فيك سيدي. شكراً جزيلاً أستاذ عبد، بيسرني كثير أني أكون معك اليوم مع الأخوة الزملاء. إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة وقيمة بخصوص فيما يتعلق بالووتر تريتمنت بلانت. زملائي بس يا ريت خبروني اذا عم تشوفوا المونيتور بشكل واضح. واضح، بس لو تعمل شير بطلع تمام، لاني انا فصلت الشير هلا. هلا بامكانك تعمل أوكي. شير عندك واضح؟ تمام، واضح. تفضل. نعم اوكي، الصوت واضح استاذ عبد؟ زملاء ممتاز جدا، صوت وصوره ممتاز. اوكي شكرا جزيلا. سو زملاء، راح يكون الموضوع اليوم مثل ما اسلف استاذ عبد على الويست ووتر تريتمنت بلان. طبعا مثل ما حكينا انه هاي المشاريع بالحقيقه هي صارت مشاريع حيويه بكل العالم، وخاصه بنورث امريكا. بشكل خاص إذا حكينا على كندا، طبعاً في سببين أساسيين اللي بيخلي الحكومة الكندية تعطي اهتمام كبير بموضوع الويست ووتر تريتمنت بلان. السبب الأول هو بسبب ازدياد السكاني الناتج عن الهجرة، والسبب الثاني طبعاً هو سبب حيوي وموضوع البيئة. طبعاً هون عم بيتم صرف ملايين الدولارات حتى الحكومة تتأكد إنه شروط البيئة هي مصانة. وطبعاً البيئة دائماً عم تأخذ حيز كبير بكل الشروط السبيسيفيكيشنز الموجودة بالريجنز أثناء تنفيذ المشاريع في المناطق المختلفة في كندا. فطبعاً التوزع السكاني طبعاً أو التكاثر السكاني عم بيكون كبير. مدينة مثل تورونتو مثلاً ازداد عدد سكانها من حوالي 20 سنة بما يقارب 25% مثل ما قلنا بنزية الهجرة، وبالتالي هذا بشكل أوتوماتيكي بيتضمن أنه المفروض الحكومة والهيئات البلدية أنه تطلع على المشاريع، سواء بإقامة مشاريع حديثة بما يخص معالجة المياه المالحة أو حتى نفايات، وأيضاً إقامة بعملية تطوير أو توسيع. طبعاً هي عملية مكلفة، ولكن هي موضوع حيوي جداً في الخطط التنموية الموجودة في كندا بشكل خاص. هون حطيت 3 مشاريع أساسية، مشروعين أنا اشتركت فيهم شخصياً. المشروع الثالث هو بمونتريال، بس كتعرفي للأخوة الزملاء على خلينا نقول أهم المشاريع الموجودة في
في منطقة تورونتو الكبرى. المشروع الأول اللي أنا اشتركت فيه اللي هو الأشي بريدجز باي ويست ووتر تريتمنت بلانت، هذا موجود بتورونتو بالداون تاون، هو يعتبر واحد من أكبر المشاريع الموجودة في ولاية أونتاريو. كان لي شرف طبعا المشاركة فيه، ونحن بالحقيقة عملنا على توسعة هذا المشروع وزيادة طاقته الإنتاجية والاستيعابية. طبعا بشكل مختصر المشروع بيمتد على مسافة حوالي 94 هكتار، يعني 0.36 كيلومتر مربع تقريبا. هذا المشروع بيخدم حوالي 1.4 مليون نسمة. زملائي إذا صار في أي انقطاع بالصوت أو الصورة ما كانت واضحة أرجو بس إنه أستاذ عبد تتدخل وتخبرني، لأنه أنا بكون داخل بالمحاضرة. الكاباسيتي طبعاً تبع المشروع هي حوالي 818 ألف متر مكعب بشكل يومي يومياً. طبعاً هذا المشروع كان أستاذ حنا إذا بتعمل بس تكبر الشاشة تعملها فول سكرين. طيب أوكي يمكن من ثواني بس. من الزر تحت على اليمين بيطلع يمكن قائمة فول سكرين. فول سكرين لازم تطلع القوائم تحت عندك، ما بعرف ثواني بس. just a minute. ما في مستقدراتك جنب جنب إشارة الناقص مثل الكاسي شكله من تحت على اليمين. ثواني من تحت. أيواي خذ على اليسار شوي، على اليسار شوي، على اليسار شوي، كمان كمان كمان. أيوة عندك هون شكله شكل كاسي. لا اليمين شوي كمان. أيوة زر الجنبه. أيوة هذا هو. أيوة تمام. شكرا دكتور محمد. اوكي فهذا المشروع بالحقيقه كان اوبريتد من 1917، هو مشروع حيوي جدا وفيه تفصيلات كتير بالحقيقه. فنحن حاولنا انه نوسع خلينا نشتغل على الفيز 3 فيه ونوسع طاقته الاستيعابيه ليوصل ل 818 الف متر مكعب من المياه المالحه بشكل يومي. المشروع الثاني اللي هو دافرن كريك ويست ووتر تريتمنت بلان. دافرن كريك موجود في منطقة اسمها دورم ريجن، في مدينة اسمها بيكرينج بالتحديد. كمان هذا المشاريع كان إلي كنت سعيد جدا بالمشاركة فيه وفي أدق تفاصيله. هذا المشروع حتى أنا اشتغلت عملت value engineering، غيرت شوي من الديزاين تبع المشروع بما يتعلق بال طبعا بالسيفل والستركتشر تبعه كوني structural engineer in the base. وبالتالي غيرنا نزلنا شوي من التكلفة وكمان حسننا بالبرنامج الزمني لهذا المشروع. فهذا المشروع عمليا بيمتد على حوالي 80 هكتار، بيخدم حوالي 1.3 مليون نسمة. طاقته الاستيعابية صارت حاليا حوالي 788 ألف متر مكعب من المياه المالحة يوميا. وهذا المشروع بالحقيقة كان جاهز للعمل بال 1970، ولكن طبعا مثل ما حكيت فينا أنه تم عدة مراحل تطويرية على هذا المشروع حتى وصل للوضع الحالي. هاي صورة حقيقية للمشروع اللي بيفرجي الأقسام في المشروع، وأنا راح أشرح على هاي الأقسام بشكل تفصيلي من خلال المحاضرة. نظرياً أكبر مشروع خلينا نقول في كندا هو جان ماروت ووتر تريتمنت بلانت الموجود في مونتريال. اوكي هذا المشروع طبعا بيمتد على حوالي 67 هكتار، بيخدم حوالي 4 مليون نسمه. الطاقه الاستيعابيه لهذا المشروع هي 2.78 مليون متر مكعب من المياه المالحه يوميا. هذا الرقم على فكره هو في الايام الجافه، اما في الايام الممطره ممكن توصل طاقته الاستيعابيه ل 7.6 مليون متر مكعب. فهو مشروع جدا ضخم طبعا، يعني بالحقيقة كان بلشت الخطوات الأولى فيه بال 1976 إلى وضعه الراهن. الحكومة في ولاية كيبك صرفت مليارات الدولارات على هذا المشروع حتى يخدم منطقة مونتريال الكبرى. هدول ثلاث مشاريع أساسية. طبعا بتصور الأكبر مشروع مياه مالحة بالعالم هو موجود بواشنطن دي سي،
وبتصور أن قطاعته الاستيعابية قد تصل إلى حوالي 4 مليون بتصور متر مكعب من المياه المالحة بشكل يومي. قد يكون صار مشاريع أخرى في شيكاغو أيضا حسب ما وصلنا أخيرا أنه صار في مشروع ضخم في شيكاغو قد يعني تتجاوز طاقته الاستيعابية عن الموجود في واشنطن دي سي، ولكن بشكل عام هاي المشاريع هي مشاريع حيوية بنورث أمريكا بشكل خاص. لمحة صغيرة عن أهم البنفيتس الموجودة اللي نحن ممكن نحصل عليها أو اللي بتخلي الحكومة الحكومات بشكل عام تهتم بموضوع الووتر تريتمنت بلانز زملاء. طبعا أكيد مينتين ذا كلين أند يوزبل ووتر، أكيد بالنهاية في كل الدول المتقدمة حاليا المياه الشربية هي مياه ريسايكلد، يعني الحقيقة المياه اللي بتطلع من الويست ووتر تريتمنت بعد ما تروح على مصبات الأنهار أو بعد ما تروح على الليكس بيرجع بيكون في عملية تدوير من جديد، وبالتالي بنحصل على المياه مرة تانية. فعملية تنقية المياه هي سبب أساسي أو أحد الفوائد الأساسية من عملية المعالجة. طبعاً الويست ريدكشن والماس انفيرمنت بوليوشن أكيد هي عملية جداً متطورة حتى للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها أو استعمالها في بمراحل إنتاج مختلفة أو في بأمور أخرى، وطبعاً كمان حفاظ على وسيطرة على الانفيرمنت بوليوشن التلوث البيئي. الحماية من الأمراض، طبعا هاي المياه عملية المعالجة أحد المراحل الأساسية في عملية معالجة المياه بتكون عملية تطهير، ورح نشوف طبعا التفاصيل طبعا العملية بالتفصيل، وبالتالي التخلص من كل أنواع البكتيريا اللي ممكن تكون ضارة للعنصر البشري أو حتى للعنصر الحيواني والبيئة بشكل عام. طبعا هالمشاريع هاي بتساعد على تنمية الاقتصاد لأنه هي بالحقيقة بتخفف كتير من المصاريف اللي ممكن تحطها الحكومات للحفاظ على البيئة، لأنه هي عملية يعني تقنياً وبشكل أوتوماتيكي هي بتحافظ على البيئة من خلال عملية التدوير الذاتية، وكمان بتخلق فرص عمل إضافية للعديد من الناس. في مدينة تورونتو حوالي 12% من القوى العاملة تشتغل في المشاريع اللي مختصة في عملية الويست ووتر تريتمنت اند خلينا نقول الجاربيج، كمان عملية تدوير الجاربيج في تورونتو. انرجي برودكشن طبعا راح نشوف من خلال المحاضرة انه قد يكون في عنا غاز اللي هو غاز الميثان هو احد النواتج من عمليه المعالجه للويست ووتر تريتمنت بلانت، وبالتالي هذا الغاز يستعمل في الطاقه لانه ممكن يستعمل في تدوير توربينات معينه وبالتالي انتاج طاقه كهربائيه. على فكره انا اشتغلت في احد المشاريع كمان الموجوده في اونتاريو واللي كان اول مشروع منه في اونتاريو هو عمليه حرق النفايات الغير عضويه وانتاج الكهرباء منه، يعني وصلنا لانتاج حوالي 4.2 ميجا وات. هذا كمان طبعا الحكومه حتى عم تشتغل على موضوع مش بس الوست تريتمنت، حتى عمليه اعاده تدوير النفايات الغير عضويه وكمان الاستفاده منها في مجال الطاقه. في راح اعطيكم هيك مثل صوره مصغرة أو فكرة مصغرة عن الـ West Water Treatment Plant Assets in Canada. طبعاً هذا بيطلع من ريبورت بشكل دوري من ما يسمى بـ Statics Reports from Canada. آخر ريبورت طلع بـ 2016 بالحقيقة. في كندا يوجد 1259 West Water Treatment Facilities. هاي بتتضمن 6104 West Water Pump Station. طبعاً راح أشرح شو وظيفة الـ Pump Station. وكمان بتتضمن 4762 ويست ووتر ليفت ستيشن، 685 ويست ووتر ستوريج تانكس. طبعا هذا الريبورت اخر ريبورت صدر انا شفته وكان بال 2016، بتصور هلا العدد زاد شوي ولكن راح يكون قريب لهذا الحد. الأوتلاينز الأساسية للمحاضرة الزملاء راح تكون على الشكل التالي. طبعاً أولاً راح نحكي على الووتر and wastewater cycle، راح نشرحه بشكل مبسط نشوف إنه كيف طبعاً نحن راح نحكي على الwastewater بشكل تفصيلي، ولكن راح أفرجيكم كيف حتى الووتر اللي هو مياه الشرب الطبيعية كيف بتيجي للبيوت. Walk through the wastewater plant process، راح نمشي بشكل تفصيلي ضمن كل البروسيسز اللي بتضمن عملية الwastewater plant. Plant Process Overview هي بتتضمن الخطوات الأربعة التالية. رح نحكي بشكل تفصيلي على الـ Wastewater Collection System اللي هو بتضمن عملياً السيستم اللي بيقوم بعملية تجميع المياه المالحة لما بتجي من المنشآت سواء المنزلية أو الصناعية أو حتى المنشآت الخدمية الأخرى من مشافي ومدارس وإلى آخره.
رح نحكي على الويست ووتر بريلمينري تريتمنت. البريلمينري تريتمنت طبعا اللي هي مينلي السكريننج بروسيس اللي بيتعرض لها الويست ووتر بريلمينري حتى نشيل منه كل العوالق الغير عضويه بشكل اساسي. الخطوه الثالثه اللي هي الويست ووتر برايمري تريتمنت بلانت اللي راح نشوفها اللي هي بالايريشن بروسيس وبالكلاريفيكيشن بروسيس. وبالمرحله الرابعه اللي هي الويست ووتر سكندري تريتمنت. طبعا الويست ووتر بهاي الحاله بيكون بيمشي بخطين منفصلين. الخط الاول اللي هو معالجه المياه اللي بنسميه بهاي الحاله الافل 1 تريتمنت. المي بيصير اسمه افل 1 لانه بيكون تخلى عن كل المكونات والصلبة والغير عضوية. وأيضا رح نتعرض إلى خط مستقل اللي هو معالجة السلج اللي هو بتصور ترجمته باللغة العربية الحمأة أو يعني بالعامي بنسميه الوخم. إنه كيف نحن بنعالج هذا السلج ونشوف إنه كيف رح نستفيد من هذا السلج في إنتاج الغاز الميثان اللي منه يستعمل في التدفئة وأحيانا في إنتاج الطاقة وكمان كل الفضلات الأخرى اللي ممكن تكون فرتلايزرز أو ممكن يتم إعادة تدويرها من جديد. المرحلة الرابعة رح يكون على موضوع supervisory control والداتا acquisition اللي هي السكادا. رح نحكي بشكل يعني مختصر إنه كيف بتتم عملية الأتمتة والسيطرة والكنترول على هاي المشاريع. راح نفوت على المرحلة الأولى اللي هي الووتر اللي هي الووتر اند ويست ووتر سايكلز. طبعا نحن مجال محاضرتنا اليوم راح يكون على الجزء الأيسر من هاي الصورة مثل ما انتم شايفين. المصدر الأساسي للمياه المالحة الويست ووتر بيكون من البيوت من المشاة الصناعية ومشاة الخدمية الأخرى اللي حكينا عنها اللي هي المشافي عمليا والمدارس والهيئات الحكومية. هاي المياه بتجي عن طريق collection system اللي هي مجموعة أنابيب CPP اللي هي concrete pressure pipes mainly. طبعاً بتوصل لمحلات ضخ لأنه طبعاً هاي بتكون جاي عن طريق الجرافيتي وبتكون جاي من مسافات بعيدة, فبالتالي لما بتصل لمحطات الضخ أو حتى للمنشآت بتكون على أعماق كبيرة تتصل أحياناً إلى 30 متر. فأحياناً البومبينج ستيشن نحن بترفع هذا الووتر اللي جاي على مستوى الأرض لتبلش تدخله الى الويست ووتر تريتمنت بلانت اللي هي راح نحكي عليها بالتفصيل اللي هي مجال محاضرتنا اليوم. طبعا بعد ما يتم تنقيه المياه وتطهيرها يتم فرز هاي المياه او ضخ هاي المياه الى اما البحيرات او الانهار او الى اخره. وبعدين بنفوت بالمرحله الثانيه اللي هي انه بناخذ هذا المي من جديد. وطبعا بعدين وهي طبعا هي بروسيس مختلفه, هي خارج مستوى محاضرتنا, ولكن بيتم عمليه تطهير هاي المياه وتنقيتها وتروح إلى عملية إلى محطات ضخ لترجع مرة تانية إلى نفس المكان اللي طلعت منه هاي المياه اللي هي البيوت والاندستري وكل خلينا نقول المحلات الخدمية. طبعا هي بتشبه بشكل تقريبي جسم الإنسان, يعني إنه ثاني أكسيد الكربون وبعدين بيعود الدم هون بياخد الأكسجين. هي عملية جدا جدا قريبة لهذا الكلام. المرحلة الثانية اللي هي الويست ووتر تريتمنت بلانت امبيل. طبعا راح احكي بشكل مختصر عنها لانه راح نفوت بهاي المرحله بالتفصيل هلا حاليا بعد, ولكن بشكل مختصر نحن قلنا انه هاي المرحله هي بتفوت على شقين. الشق الاول هو معالجه المياه والشق الثاني هو معالجه السلج الناتج عن الويست ووتر تريتمنت. فالويست ووتر عمليا هو جزئين, مياه واجزاء صلبه اللي هي السلج. بيفوت بالمرحله الاولى اللي هي السكريننج اللي هي البريليمينري بيريد اللي راح شوفها هلا بالتفصيل. بعدين بيفوت بالجزء الثاني من البريمري بيريد اللي هو الجريت تانكس. شايفين هون زملاء الويست ووتر هون بيتخلى عن كل الجريت اللي هي عمليا الحبيبات الرمل والبحص اللي بتكون عالقه فيه. طبعا هون بتنزل بيكون في كونفيرس يعني نواقل بتاخذ هذا الجريت بتوديه على كلاسيفايرز راح نشوفها هلا بالتفصيل. الكلاسيفايرز بيفصلوا هذا الجريت عن المياه وبياخذوا منه جزء من المواد العضويه وبعدين هذا الجريت بيروح على المحلات الطمر. المرحله الثانيه بيطلع منها الانفلونت. هلا طبعا نحن لسه عم نمشي مع الخط الازرق اللي هو المي المياه, ما حكينا لسه على السلج اللي هو الاسهم البنيه. بعد ما يتخلص المي من الرواسب والعوالق الصلبه بيطلع على المرحله الاولى من البرايمري تريتمنت اللي هي البرايمري كلاريفاير اللي هي المرحله اللي بيصير فيها فصل ما بين المركبات العضويه او خلينا نقول الشحوم والزيوت العالقه وكل المركبات الغذائيه العالقه
اللي بتطلع اللي بتنزل جزء منها لتحت وجزء منها كمان بيطلع لفوق بالحقيقة، لأنه بيكون فممكن يكون الكثافة تبعها حسب إذا كان الكثافة أكثر من حد معين بتشوفها طالعة لفوق، أما إذا كانت ازدادت عن حد معين فبتنزل لتحت. النازل لتحت بتكون ما يسمى بالبرايمري سلاج، وطالعة لفوق اللي هي بتكون السكام أو الجريس، يعني بنسميها هي بتكون مواد شحمية ومواد مواد زيتية أكثر. النازل لتحت بتكون مواد عضوية أكثر، وهي بتكون يعني مجموعة من الـ من الـ خلينا نقول المخلفات الغذائية وإلى آخره، اللي ما بتكون تم السكرينينج أو ما بتكون تم حدزها بالمرحلة الأولى اللي هي البرايمري. فبيكون في هون طبعا جوات هذا الكلاريفاير بيكون بنسميهم chains and flights، هدول عبارة عن مجموعة من السلاسل الحديدية إلهم مثل بليتس تحت، مثل خلينا نقول شفرات معدنية بتقوم بعملية تجميع البرايمري سلج اللي صار تحت وبتوديه طبعا لهوبرز رح نحكي عنها فيما بعد. أما القسم العلوي اللي هو السكام فكمان بتقوم بتجميعه وكمان بتوديه لهوبرز مستقل تماما، وبالتالي هون بنشوف انه المي عمليا تصفى من كل الرواسب العضوية والغير عضوية يعني الصلبة بما فيه الكفاية ليكون مياه نقي، ليصير لتصير المي نوعا ما مي نظيفة. هون بتتحول تسميته من انفلونت الى افلونت ووتر، وبيفوت بالمرحلة خلينا نقول التالية اللي هي السكندري تريتمنت بلانت اللي هي بالإيريشن تانك. طبعا هون الإيريشن تانك بشكل عام هو عبارة عن حوض بيتوني، هذا الحوض بيتوني بيحوي على مجموعة من البايبات اللي بتكون موصولة ببلاورز اللي هي عبارة عن مضخات هواء لإعطاء الأكسجين حتى يكون في أكسجين بهذا التانك. رح نحكي عن وظيفة هذا التانك لأنه هي وظيفة حيوية وأساسية بالحقيقة. هذا التانك عمليا شو بيعمل؟ هذا التانك بيربي بكتيريا خلينا نقول مفيدة. هاي البكتيريا المفيدة شو بتساوي؟ بتعمل على تفكيك كل المركبات العضوية الموجودة في هاي المياه وبعدين بتاكلها، فبنصير عندنا هون ما يسمى بالفاد بكتيريا أو مايكرو أورجانيزمز، وبالتالي بيطلع عندنا هون مي أكثر نظافة إن صح التعبير. بعدين بيطلع هذا المي من الأيريشن تانك ليروح على السكندري كلاريفاير، فبالتالي هاي البكتيريا اللي هي هون أكلت خلينا نقول المكونات الغذائية والعضوية بتصير بسموها فات، بتصير ريلي فات. فهون لما بتوصل على السكندري كلاريفاير بيتم عملية بيكون تدفق المياه جدا بطيء حتى نسمح لهاي البكتيريا اللي تغذت في المرحلة الأولى بالإيريشن تانك أنها تنزل إلى القاع بشكل كامل وتتجمع هون، فبنعود بناخدها وبنرجع قسم منها للإيريشن تانك لأنه هي بتكون مثل الخميرة، لأنه هاي البكتيريا اللي تجمعت هون بتكون حاوية يعني بتكون هي نفسها أساسية لإنعاش بكتيريا نامية هون عن طريق الأكسجين لتقوم بنفس عملية بيولوجية في عملية تفكيك المركبات والأحماض الأمينية وعملية التهامها. فبالتالي يعني مثل ما بيقولوا بالعربي من دهنه سقيله، يعني نحن هون بنستفيد منها، بتتكون عندنا بكتيريا نجيبها للسكندري كلاريفاير بناخد جزء منها حتى كخميرة حتى لاستمرار العملية، أما الجزء الزائد والمتبقي فبنوديه إلى خلينا نقول للثيكنينج بنسميه للبرايمري سلاش تانك حتى نقوم بالعملية اللي بعد اللي راح نحكي عنها بالتفصيل. فهاي بتكون الخطوة خلينا نقول النهائية بالسكندري تريتمنت بالنسبة للمي. بعدين بيطلع المي من هون أكثر نقاء وأكثر تخلصا من الشواب العلفي، فبيفوت المي بعملية تطهير. عملية التطهير بتكون بطريقتين، إما عن طريق الكلورايد أو عن طريق اليوفي الألتراسون فايولت. فالكلورايد طبعا بنحط هون الكلورايد بيقوم بتطهير المي من كل أنواع البكتيريا جراثيم السيئة والعالقة، وطبعا هون المي المفروض يمشي من 2 إلى 3 كيلومتر لأنه هي المسافة المينيموم اللي نحن بحاجته حتى يأخذ الكلورايد الفترة الزمنية الكافية لتطهير المياه من البكتيريا. وطبعا قبل ما يطلع المي يعني قبل ما يوصل للأوتفلو ويطلع
مي إلى البحيرات أو إلى مصبات الأنهار بنقوم بعملية declaration، يعني بنحط بنضيف إلى هذا المي مواد كيميائية لنخلصه من بقايا الكلورايد، لأنه ما لازم يبقى الكلورايد فيه أكثر من نسبة محددة، وبالتالي يكون المي بهاي الحالة يتخلص من كل البكتيريا العالقة فيه اللي ممكن تولد أمراض بشرية كالسلمونيا والتيفوئيد والكوليرا، وبنفس الوقت تتخلص من الكميات الزايدة من الكلوراين الموجود فيه. ففينا نقول أنه بشكل مختصر هاي هي الخطوات الأساسية اللي بيعدي فيها الجزء المائي إن صح التعبير من الويست ووتر تريتمنت. هلا إذا جينا للسلاج راح تشوفوا أنه السلاج طبعاً بيطلع من السكندري كلاريفاير وبيطلع من البرايمري كلاريفاير. من البرايمري كلاريفاير بيطلع مثل ما قلنا ما يسمى بالبرايمري سلاج، أما من السكندري كلاريفاير بيطلع ما يسمى بالسكندري سلاج، وهدول الاثنين بيتجمعوا بتانكس كبير ليفوتوا بمرحلة القادمة اللي هي الكونديشنينج اللي بنسميها سلاج كونديشنينج عن سلاج دايجيشن. الكونديشنينج راح نحكي عنها بالتفصيل، اللي هي عملية المرحلة اللي هي عملية خلينا نقول preparation، يعني عملية تحضير للمرحلة اللاحقة اللي هي الثيكنينج، عملية التسميك، واللي هي تتم عن طريق إضافة مواد كيميائية معينة مثل البوليمر أو الفيريك أسيد. طبعاً هاي بتساعد السلاج على تفكيك مركباته العضوية للمساعدة على فصل خلينا نقول الأجسام الصلبة عن المياه، يعني إحنا بدنا نعمل دي واترينج لهذا السلاج، فبالتالي إحنا بدنا نضيف مواد كيميائية تساعد على عملية الفصل هذا، لأنه السلاج ممكن يكون فيه نسبة عالية من الكمبرسابيليتي، وممكن يكون كمان في تركيبته الكيميائية ممكن يكون في طبعاً شحنات كهربائية معينة يعني تمنع عملية التكتل اللي هي الأجلوميريشن. فنحن بدنا نساعد على أنه يكون في عملية تكتل من أجل الترسيب، وأيضاً نساعد على عملية فصل المياه عن الخلايا الصلبة أو عن الكتل الصلبة، فهي بنسميها conditioning، the sludge conditioning، كمان راح أحكي عنها وراح نشوفها بسلايدات مختلفة. بعدين بنفوت بالمرحلة الأساسية اللي هي عملية الثيكنينج، اللي هي عملياً ترسيب المواد الصلبة وفصل المياه عنها، أو عملية تسميك للسلاج عملياً حتى يفوت السلاج إلى المرحلة الأساسية اللي هي عملية الدايجيشن أو عملية الهضم. وطبعاً الدايجيشن بتتم على مرحلتين اللي هي primary والsecondary. الدايجيشن بشكل عام هي عملية بشكل أساسي هي تفكيك لكل الأحماض الأمينية والعضوية الموجودة بهذا السلاج، وينتج عن هاي العملية مركبين أساسيين، أو خلينا نقول مزيج بنسميه البيوماس، اللي هو مزيج من غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان. وغاز الميثان زملاء بكل المشاريع اللي احنا اشتغلناها بناخده مرة تانية، طبعا بيكون في نسبة مياه معينة بنجفف غاز الميثان وبنستخدمه لعملية تدفئة المنشأة نفسها والمشروع نفسه في عملية التدفئة، وأيضا أحيانا بنستعمله في عملية توليد جزء من الطاقة الكهربائية للمنشأة نفسها. هلأ إذا كان إنتاج الميثان عالي ممكن يستعمل في توربينات معينة لإنتاج طاقة ممكن يتم الاستفادة منها في منشآت أو مدن أخرى صغيرة، ولكن على الأقل نحن نستعمل دائما هذا الغاز لتدفئة المنشأة نفسها وعدم استخدام الغاز اللي بيجي من البلديات. طبعا بينتج عن العملية ما يسمى بالكيك، يعني اللي هي عبارة عن السلج المعالج بيولوجيا، بيكون في نسبة لسه شوي من المي، فمنقوم بعملية ديواترينج جديدة. في عنا أكثر من طريقة بالديواترينج راح نحكي عنها بالتفصيل. وبعدين السلج الناتج قد نتعامل معه بطريقتين، إما بناخده مباشرة وبنوديه بنسوقه إلى أماكن أخرى، قد تكون إلى المطامر أو قد تكون إلى حقول معينة حتى يستخدم كأسمدة. ولكن أحياناً إذا كان التحليل الكيميائي أو التحليل البيولوجي لهذا المكون أو لهذا السلاج أو الكيك في نسبة عالية من السموم، قد نضطر أحياناً نروح لعملية incineration، يعني عملية حرق لهذا المكون. وهون عم نشوفها بشكل مختصر، بندخل السلاج إلى الحراق، وطبعا عمليه الحرق اكيد راح ينتج عنا رماد وراح ينتج عنا دخان وثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون الاخير. فنحن مضطرين انه نعمل سيستم خاص بنسميه اير بوليوشن كنترول، اللي هو عن طريق اللي بيكون مجموعه من الفلاتر
الخاصة حتى نحن نقلل من عملية ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون الناتج والغازات الضارة، وبعدين لا يطلع يعني بنطالع عمليا فقط بخار ماء من الاستاك الموجود مع عملية الحرق، طبعا بعد إضافة مواد كيميائية معينة حتى نغير نحن المكون تبع الهواء. والرماد اللي بيكون ناتج عملية الحرق كمان يؤخذ ويستعمل لأمور، خلينا نقول لمعامل، في معامل كيميائية أخرى يدخل في عملية تصنيع الأسمدة المختلفة. هذه باختصار هي الدورة اللي بيفوت فيها الويست ووتر تريتمنت بلانت بشقيه، السائل اللي هو الماء والصلب اللي هو السلاج، واللي راح نفوت عليها هلا بالمراحل القادمة بشيء أكثر من التفصيل. Plant process overview. So نحن قلنا مثل ما عندنا أربع مراحل أساسية: the effluent conduction system, effluent primary treatment, wastewater primary treatment. Effluent preliminary treatment. C هي the wastewater primary treatment. D هي the secondary treatment. اللي قلنا إلى شقين اللي هي the effluent treatment or the sludge treatment. رح نحكي على القسم الأول اللي هو الـ Influent Collection System. مثل ما قلنا الـ Collection System بيكون عبارة عن مجموعة من البايبات والأنابيب الكونكريتية الضخمة اللي هي بنسميها الـ Concrete Pressure Pipes، اللي بتجيب الماء من المنشآت اللي حكينا عنها سواء كانت سكنية أو منشآت صناعية أو خدمية، والماء بيجي Under the Gravity، فهو بيوصل على خلينا نقول على الـ West Treatment بلانت احيانا مثل ما قلنا لمسافات عميقه. فنحن مضطر الى بناء بامبينج ستيشن. البامبينج ستيشن بيكون على شكل هيكل بيتوني على شكل سلندر، بيكون فيه مضخات مياه ضخمه تحت. البامب ستيشن ممكن تكون ضمن المبنى تبع محطه المعالجه، واحيانا البامب ستيشن ممكن تكون خارج محطه المعالجه، ممكن تكون مبنيه بمناطق مستقله، والاسباب اللوجستيه بتحدد عاده البلديات او المدينه المسؤوله على المشروع. وأنا شخصياً عملت مشاريع كان فيها البامب ستيشن برات خلينا نقول المجمع الأساسي للمحطة، وكان في مشاريع كان ضمن المجمع الأساسي للمحطة. فالهدف الأساسي من البامب ستيشن هي إنه ترفع منسوب المياه اللي هي جاية من المحلات البعيدة أو مثل ما قلنا المنشآت السكنية والصناعية، ترفع منسوبها لمستوى الأرض الطبيعية حتى نبلش بعملية السكرينينج. هذا هو الهدف. وطبعا لما بيزيد عنا المنسوب، لما بيصير في عنا overflow، طبعا بيكون في عنا خلينا نقول pipes و chambers معينة حتى نعمل control لهذا الكلام. طبعا البايبات بتدخل الwaste treatment ضمن chambers. راح نشوف chambers هون. هذا مخطط المشروع حيوي، هو جزء من Asher Bridges أو Dufferin Creek project اللي أنا اشتغلته. لاحظوا أنه هذا هو البايب الأساسي اللي بيجيب المياه الويست تريتمنت بلانت، خلينا نقول من المصدر، بيفوت لتشامبر تحكم، وبعدين طبعا بيوصل. هاي هي البامب ستيشن. البامبات بتكون في اسفل، طبعا لاحظوا انه هذا عباره عن مجسم كونكريتي على شكل سلندر اسطواني، بيكون مقسوم الى ويلز. في عندنا 8 بامبس في كل ويل، يعني عندنا بهذا النصف دائره 8 بامب تحت، وبالنصف المقابل عندنا 8 بامب ايضا. فهي البامبس بتعلي الويست ووتر اللي اجى الى مستوى الارض الطبيعيه اللي هي هون، وبعدين بتروح الى تشامبرز تحكم. طبعا هذا هو عداد بيقوم بعمليه قياس كم كيوبيك متر من الويست ووتر مر الى هذا المبنى. هذا المبنى بنسميه الهيد ووركس بيلدينج، وبالتالي هي chambers اللي بتتحكم بتقسيم هاي المياه الى خلينا نقول اقسام داخل هذا المبنى. بهذا المبنى بتتم عمليه البريليمينري تريتمنت للويست ووتر تريتمنت بلان، اللي هي السكرينينج مثل ما هلا راح نشوف، واللي هي كمان ادخال الويست تريتمنت بلان في ما يسمى بالجريت تانكس، اللي هي المرحله الاولى من عمليه تنقيه المياه من كل العوالق الصلبه الموجوده فيه. فإذا فتنا بشكل تفصيلي راح نشوف إنه الـ Infinite Preliminary Treatment Plant هذا هو الـ Screening Gate. هاي هي المرحلة الأولى اللي بيتم فيها
خلينا نقول تنقية المياه المالحة من كل العوالق بشكل عام الـ inorganics، يعني خلينا نقول اللي هي عمليا الأغصان الأشجار، ممكن يكون في صخر، ممكن يكون في محارم، ممكن يكون في وسائل نظافة شخصية، ممكن نشوف أمور كتير بهاي المياه. فهذا السكرينينج سيستم هو المكلف بأنه يأخذ كل هاي العوالق وينطفها، وطبعا هاي العوالق بتطلع بتروح عن طريق conveyors وبتنكب بأحواض، ممكن تأخذ وبعدين يتم إما حرقها أو معالجتها بطرق مختلفة. إذن هذا هو، هاي هي الصورة، وهذا هي صورة حقيقية ضمن المبنى اللي نحن عملناه اللي بنسميه الهيدوارز بيلدينج. المرحلة الثانية بعد ما بيطلع هذا المي اللي هو نظيف من كل العوالق الانأورجانيك، بيدخل على ما يسمى بالجريت تانكس. هذا هو الجريت تانكس، هو عبارة عن بناء كونكريتي أيضا. لاحظوا القاعدة تبعه هي على شكل في للمساهمة أكثر في عملية تجميع الجريتس اللي هي بتكون عمليا بحص وحبيبات رمل. بيكون هون بالأسفل زملاء ما يسمى بالكونفير اللي هو عبارة عن ناقل. هذا الكونفير بياخد هذا الرمل والبحص اللي تم تجميعه هون وبياخده إلى جزء تاني يسمى الكلاسيفاير، هلا رح نشوفه بالسلايد اللي بعده. إذن عمليا لما المي بيطلع من هون بيروح ما يسمى بالانفلويد شانل، بيطلع المي عمليا نوعا ما نضيف من كل العوالق الانورجانيك، وايضا نضيف نوعا ما من حبيبات الرمل والبحص الكبيره نوعا ما. المرحله اللي بعدها هي الجريت كلاسيفاير. طبعا احنا اخذنا هذا الجريت اللي هو البحص والرمل، شو بنعمل فيه؟ هذا بيروح بنعمل فيه عملية dewatering، يعني بنحاول ننشفه، وبنعمل عملية عزل لبعض المواد الأورجانيك. يعني ممكن نشوف مثلا بقايا قشور فواكه، أو ممكن نشوف يعني بقايا طعام أو إلى آخره. فممكن فهذا الكلاسيفاير بيعمل عملية فرز كاملة وبينشف هذا الجريت إلى درجة قد تصل إلى حوالي 70 أو 80%. وبعدها بناخذ هذا الجريت الناتج اللي هو مثل ما قلنا عمليا بحص الرمل، وبنوديه على السانيتوري لاندفيل سايتس اللي عباره عن مطمورات، وراح نشوفها كمان بسلايد اخر خلال المحاضره. هي عباره طبعا هون محلات التمر هي بتكون محلات يتم فيها ضغط هذا الجريت على شكل طبقات، يعني كومباكتد، وبيكون under compressibility عالية كتير، وبيكون بشكل كامل معزول عن البيئة المحيطة، يعني بيكون معزول عن التربة حتى إلى أن يتم عملية تحلل وخلينا نقول تفكك كيميائي وبيولوجي لكل هاي المركبات تبع الجريد حتى يكون آمن بشكل كامل. باختصار هاي هي الطريقة اللي بيتم فيها وضع الجريد في المطامر. إذا نعمل على قليلة بيولوجيا وكيميائيا حتى يتم حتى تكون بشكل فعال وبالنسبة للبيئة. هاي المرحلة هي المرحلة الأخيرة من البريلمينوري تريتمنت بلان. إذا البريلمينوري عمليا إذا عملنا خلينا نقول مثل مراجعة بسيطة، إنه هي عمليا بيفوت فيها الويست ووتر، بيتخلص من كل العوالق الإنورجانيك وكل العوالق الأجسام الصلبة اللي هي بحص ورمل، وبعدين بيطلع المرحلة اللي بعدها اللي هي primary treatment mat اللي بتبلش عمليا بما يسمى بالprimary clarification tank. إذن هذا هو primary clarification tank. عفوا زملاء، بمجرد دخول ال west water إلى هذا الخزان بتكون بلشت المرحلة الثانية اللي هي primary. هذا الخزان عمليا هو عبارة عن خزان بيتوني، أطواله تتراوح ممكن يوصل طوله حوالي 20 متر، أحيانا عمقه قد يصل إلى 6 أو 7 أمتار. بيكون في هذا هو chain and flights. لاحظوا هذا هو chain اللي حكينا عنه، وهدول هن blades اللي هن على شكل شفرات معدنية، راح نشوف هلا وظيفته شو هي. عمليا لما بيوصل المي لهذا التانك بيكون هون عم بيمشي ببطء شديد جدا حتى نحن نسمح إلى ما تبقى من عوالق صلبة إنه تنزل للقاع، اما العوالق الخفيفه الكثافه عمليا فهي بتطلع لفوق. فالعوالق الكثيفه اللي هي انها مثل الشحم والشحومات والمركبات الزيتيه، يعني ممكن يكون grease and scum، فهي تطلع على السقف.
فلما بتطلع على السقف هاي البليدز الموجوده فوق هي اللي بتجمعها وبعدين بتحطها بشانلز معينه وبتروح على الهوبرز. اما المركبات اللي بتنزل لتحت فهي راح نشوف هلا بالسلايد اللي بعده، فهي بتكون ما يسمى بالبرايمري سلاج اللي بتبلش عمليا المرحله الاولى فيه في عمليه التكون. هلا احيانا هون بنضيف مركبات كيميائيه مثل البوليمر. البوليمر شو بيساعد؟ بنضيف طبعا البوليمر بطريقه بتكون شحنته الكهربائيه معاكسه للشحن الكهربائي الموجوده بالسلاج حتى يساعد على عمليه الاجلوميريشن اللي هي عمليه التكتل الحبيبات العالقه هون بالنص ضمن هذا السائل، لانه عمليه التكتل بتساعد على زياده الكثافه والوزن وبالتالي بتساعد اكثر على عمليه السيدمنتيشن اللي هي عمليه ترسيب هاي العوالق حتى يتشكل عنها السلاج. فنحن ما بدنا هالعوالق تضل بالنص، بدنا يا اما تطلع لفوق حتى نجمعها وتصير هي جريس او سكام، او بدنا تنزل لتحت حتى هي تكون البرايمري سلاج اللي احنا حكينا عنه. لهذا السبب بنضيف احيانا مركبات كيميائيه بتساعد على هذا الكلام. هون في صوره توضيحيه افضل للبرايمري كلاريفاير، بنشوف انه هون بفوت السائل اللي بسميه انفلونت، وطبعا بيتكون السلاج هون بالاسفل. مثل ما قلنا هذا السلاج بنسميه بالبرايمري سلاج، وطبعا كمان بيتم تجميع ما تم الجزء الطافي من هاي المعلقات على السطح اللي بنسميها بالسكام. طبعا السلج اللي تم تجميعه هون بيروح على المرحله اللي بعدها مثل ما قلنا بيطلع على هوبرز وبعدين بيروح على الدايجستشن بروسيس، وكمان السكام بنفس الشيء بنضاف الى السلج اللي تم اخذه من الاسفل وبيروح على الدايجستشن بروسيس اللي راح نشوفه بالتفصيل في المراحل السابقه او المراحل اللاحقه عفوا. وبالتالي لما بيطلع المي من البرايمري كلاريفاير بيصير اسمه افلونت، بنسميه افلونت لانه بيكون هون المي عمليا نوعا ما صار نظيف، عشان هيك بنسميه بالبرايمري افلونت. اند بعدين المي هون بيدخل بالمرحله الثانيه بعمليه تطويره اللي هي سكندري تريتمنت اللي راح نشوفها حاليا. هاي الخطوه بتكون هي الخطوه الاخيره بالبرايمري تريتمنت، وهلا راح نفوت بالسكندري تريتمنت اللي هي مثل ما حكينا سابقا بتتكلف او بتتالف من خطين. الخط الاول هو معالجه الانفلونت اللي هو الماء، والجزء الثاني هو معالجه السلج اللي راح نشوفه ايضا في القسم اللاحق من المحاضره. الجزء الاول من السكندري تريتمنت بلان بالنسبه للانفلونت تريتمنت هو الايريشن. الجزء الثاني هو التريتري تريتمنت اللي هي عمليه تنقيه اضافيه لهذا الماء. الجزء الثالث هو عمليه الديس انفكشن تريتمنت اللي هي مثل ما حكينا استخدام عمليه الكلوراين الكلورين او بالالترا فايوليت ويفز. والمرحله الاخيره هي عمليه discharging the water to the lakes and to the rivers. طبعا المرحله الاولى بتبلش، انا بس بدي احاول اني بس لو سمحتوا شيل حتى اقدر اشوف. اوكي الايريشن تانك. سو هذا هو الايريشن تانك، شايفين مثل ما حكينا انه هو عباره عن خزان بيتوني في جواته. هدول اللي شايفينهم هدول الخطوط الصود انه عباره عن كلها عن بايبات perforated pipes لنقل الاكسجين او الهواء الى داخل هذا المجمع عن طريق البلورز. هذا هو البلورز اللي عباره عن مضخ هوائي. لاحظين هذه البايبات، هاي البايبات بتروح بتجي لهذا الخزان، طبعا بتجي من تحت وبتتوزع بكل اجزاء الخزان حتى يكون في توزيع عادل او متجانس للاكسجين في كل احواض في كل يعني مناطق الحوض تبع الايريشن. طبعا شو وظيفه هذا الايريشن؟ قلنا انه هذا بياخذ المايكرو اورجانيزم، بيتم بهذا الحوض انه المايكرو اورجانيزمز بتقوم على عمليه استهلاك واكل المركبات العضويه. اوكي، وهي طبعا المايكرو اورجانيزم بتكون بالكونفشنال بايوماس، يعني بتكون بالكتله الحيويه الاساسيه اللي هي اجت من السلج اللي حكينا عنه بالمرحله الاولى، وهلا راح نشوفه طبعا بالتفصيل كمان مثل ما. فهذا الميكس، هذا المي اللي عم نشوفه هو عباره عن خليط من
البرايمري انفلوينت اللي اجى من الكلاريفاير اللي هو ان الماء المصفى زائد الخميره اللي حكينا عنها اذا بتتذكروا اللي هي بنسميها الريتيرن اكتيفيتد سلاج. هاي الخميره هي اللي بتحوي على المايكرو اورجانيزمز اللي بتساعد على عمليه تفكيك المركبات العضويه وكل الاحماض الموجوده والزيوت والى اخره الموجوده في البرايمري انفلوينت. بالتالي هذا المركب بيحوي على هذول الاثنين. فشو بيصير لما بيكون في الاكسجين؟ بوجود الاكسجين هاي المايكرو اورجانيزمز بتنمو اسرع وبتكون عمليه التهامها للمركبات العضويه ايضا اسرع، وبالتالي هاي المايكرو اورجانيزم بتصير فات، يعني بتصير بيزيد وزنها، وهذا بيساعد على عمليه ترسيبها في المرحله السابقه بالمرحله اللاحقه اللي راح نشوفها بالسيكندري كلاريفاير. وبالتالي اذا بهذا الحوض المهم الأساسي أو العملية الأساسية اللي بتصير هي عملية نمو للمايكرو أورجانيزمز للبكتيريا الجيدة اللي تقوم بعملية التهام كافة المركبات العضوية والمكونات العضوية والغذائية الموجودة بالإنفلوينت برايمري أو خلينا نقول بالمياه الحاضرة بوجود الأكسجين. وحتى نحن نأمل الأكسجين مثل ما حكينا بنحط هاي البلاورز اللي بتروح لهذا التانك عن طريق بايبات بتكون مثقبة لتوزيع أكسجين عادل ضمنه. المرحلة السابقة بيطلع المي من هون، بيطلع من الإيريشن تانكس بيروح على حوض آخر ملتزق فيه، يعني هو بجانبه بنسميه بالسيكندري كلاريفاير تانكس. الإنفلوينت ووتر بيجي هون وبندخله في مسارين منفصلين، يعني بنقسمه الى هدول المسارين وبنمشيه بسرعه بطيئه جدا، يعني الفلو هون بيكون كتير بطيء حتى نحن نسمح للفات مايكرو اورجانيزمز اللي هي اكلت المركبات العضويه بالبرايمري كلاريفاير حتى نسمح لها انه تترسب وتنزل لقاع هذا التانك. وبالتالي هي بتتجمع هون في حين انه المي اللي بيصير انظف نوعا ما بيطلع من هون وبيروح على المرحلة اللاحقة اللي هي عملية التطهير، في حين انه هاي المركبات المايكرو اورجانيزمز اللي تم ترسبها في قاع السيكندري كلاريفاير تانك اللي تم ترسبها هون جزء منها بناخده كخميرة مثل ما قلنا بنسميه الريتيرند اكتيفيت سلاج، بنرجعه مرة تانية لهون حتى يكون كخميرة لإعادة الاستمرار العملية من جديد، في حين ان الفائض منها يضاف الى السلاج او البرايمري سلاج اللي احنا حكينا انه حصلنا عليه بالبرايمري كلاريفاير وحتى يفوت بعمليه الكونديشنينج والسلاج ثيكنينج فيما بعد. اذا هي عمليه مشتركه ما بين السلاج وما بين الووتر، انه نحن بحاجه لهذا السلاج لانه هو الخميره الاساسيه ليعطينا مايكرو اورجانيزمز حتى نقوم بعمليه التفكيك البيولوجي لكل المركبات العضويه وتنقيه المياه منها حتى نحصل على مياه نوعا ما نقية من هاي المركبات، وكمان ما بين المياه نفسها اللي هي مثل ما قلنا هلا راح تنتقل للمرحلة اللي بعدها. طبعا بعد ما يطلع المي من هون من السيكندري كلاريفاير تانك بفوت على المرحلة اللي بعدها اللي هي بتبلش عملية تنقية أفضل أو تنقية إضافية، وهي المرحلة هي بالحقيقة مرحلة مكلفة ومش كل البلانتس بيستعملوها، يعني هي تستعمل بالبلانتس اللي بتكون فيها السبيسيفيكيشن شوي عالية واللي بيكون عندهم يعني جماعة شوية فلوس زيادة ليصرفوها لأنه ما بتكون دائما كتير متطلبة، لكن وبشكل أساس يعني بتكون متطلبة لما بتكون المياه اللي طالعة راح تستخدم في امور بيئيه معينه سواء بحيرات او تجمعات بيئيه اخرى. التيتري تريتمنت هذا هو المخطط راح نشرحه هلا بالتفصيل. طبعا هي عباره عن ادفانسد تريتمنت بروسيس اند فلو ذا سيكندري تريتمنت. اتس فولو ذا سيكندري تريتمنت سو تكنيكلي هي عباره عن إزالة كل خلينا نقول المكونات الغذائية وكل أنواع الفوسفور والنيتروجين وبشكل عام كل أنواع العوالق العضوية اللي ممكن تبقى بالمي بعد كل الخطوات اللي عدى عليها.
يعني هي عملية فلترة إضافية لهاي المياه حتى نخلصها من كل عوالق العضوية الإضافية مثل ما حكينا، اللي هي ممكن تكون نيتروجين وفوسفور وعوالق غذائية أخرى. طبعا نستعمل نوعين من الفلاتر هون. طبعا لاحظوا هذا هو الانفيلمنت ووتر، بيعدي من هون، بيجي من هون للفلتر. هذا عبارة عن فلتريشن بوكس. في عندنا نوعين من انواع الفلتر نستعمله، اما قد يكون طبيعي نسميه الميديا فلتريشن اللي بيكون مكون فقط من جرافل وسانس، وبالتالي المي بتجي جوات هذا الجرافل بتمر خلال الجرافل وسانس حتى تخلص من العوالق اللي الموجوده فيها، وبعدين بيطلع المي من هون حتى يروح على بيدخل على العمليه الديسانفكشن اللاحقه. واحيانا نستعمل اخشيه صناعيه اللي هي سينثيك ميمبرين. طبعا الاغشيه الصناعيه هي اكثر تكلفه بالحقيقه. استخدام الفلتريشن او الميديا فلتريشن هو نوعا ما is more visible from the cost point of view. وبعدها بيطلع مثل ما قلنا المي من هون حتى يفوت على العمليه اللاحقه اللي عملت الديسانفكشن. استمرار العمليه لفتره زمنيه طويله بيؤدي انه بيكون في عندنا كثير من العوالق هون، يعني من العوالق العضويه والمواد اللي احنا عم نحاول نصفيها. مشان هيك عم نقوم خلال كل فترة، ممكن خلال 15 أو 20 يوم، بنقوم بعملية معاكسة بنسميها back washing. يعني نحن بنيجي بندخل المي من هون حتى نعمل ونرجع ونطالع كل العوالق اللي تم ترسيبها فيما بعد أو اللي تم ترسيبها مسبقا من خلال العملية هون. بناخذ كل هاي العوالق وبنطالعها حتى تروح مرة تانية على البرايمري تانكس. يعني هذا المي الناتج بنرجع للبرايمري تانكس حتى يرجع يفوت بعمليه الفلتر اللي حكينا عنها سابقا. يعني عمليا هي العمليه عمليه تنظيف للفلتر نتيجه ترسب العوالق او المواد العضويه والى اخره على فترات زمنيه قد تتجاوز اسبوعين او ثلاثه اسابيع. اذا هذا هو المخطط التفصيلي للفلتريشن للميديا فلتريشن اسمبلي واللي هي التريتمنت. بيطلع المي من هون كمان أكثر نقاءً، ولكنه لسه غير قابل للاستخدام سواء البيئي أو الاستخدام البشري. فبنفوت هون بعملية بالمرحلة الثالثة من معالجة من السكندري تريتمنت بلان بالنسبة للمياه، واللي هي عملية الديسنفكشن. الديسنفكشن عندنا نوعين من الديسنفكشن. ممكن نستعمل الكلوراين اللي هو الصوديوم هايبوكلوريت، وطبعاً هذا النوع ما هو أرخص من ناحية التكلفة. الفكرة بكل بساطة أنه نحن بعد ما يطلع المي من الـ Treatment Plan بندخله ضمن أنابيب، أنبوب الطويل، لازم الأنبوب يكون طوله من 2 إلى 3 كيلومتر، قلنا لأنه هاي المسافة هي المسافة اللازمة للحصول على فترة زمنية كافية لتتم عملية Disinfection حتى الكلورين يشتغل ويقوم بتنقية المياه من كل البكتيريا الضارة اللي ممكن نحن نشوفها، إلا مثل ما هي ممكن تكون سالمونيا أو تيفوئيد أو إلى آخره. وطبعاً قبل ما يطلع المي من يعني عند خلينا نقول outfall exit بنحاول نعمل عملية مضادة اللي هي de-chlorinization agent. نستعمل عملياً الصوديوم بسولفيتس in order to do that حتى نحن نخلص المي من كل العوالق الناجي عن الكلورين لأنه ما لازم يبقى فيه. وبالتالي المرحلة الأخيرة بيتم عملية discharging the water to the بالنسبة لمنطقتنا هون بتروح أغلبية المي طبعا كله بيروح للليكوف أونتاريو، إلا في جزء من المياه أحيانا بتروح لمصانع معينة هي مصانع الألمنيوم اللي ممكن كمان تستعمل هاي المياه، وكمان المياه أحيانا بتروح بشكل مباشر for the irrigation purposes يعني مشان عمليات الري. هاي هي التانكات اللي ممكن نشوفها. طبعا هاي التانكس بيستعمل فيها الكلورين، بيتم إضافة الكلورين طبعا هون بهاي التانكس، وبعدين بنخلي المي يمشي ببايبات مثل ما قلنا بيكون طولها من 2 إلى 3 كيلومتر. الطريقة الثانية من عملية الديسنفكشن هي الألترا فايوليت راديشن اليو في. طبعا هاي الطريقة مكلفة نوعا ما، الطريقة كتير ظريفة، هي إنه يتم تسليط ضوء يعني أو يعني ال UV يتم تسليطه من مصباح زئبقي طبعا على المياه، وبالتالي بيكون في عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية اللي تطلع لنا من مصباح الزئبقي.
هاي الأمواج بتأثر على الدي إن إيه والآر إن إيه للخلايا أو للبكتيريا الضارة اللي هي تيفويد والسلمونيا والكلوريا، يعني بتمنع عملية تكاثر هاي البكتيريا وبتقضي عليها. هذا هو مبدأ الطريقة باختصار. فطبعا يتم تسليط خلينا نقول هاي الويفز على هذا الووتر خلال فترات زمنية يتم دراستها طبعا من قبل الأشخاص المختصين هون. طبعا الشرط الأساسي انه لازم يكون حتى تكون ال UV radiation really effective لازم تكون الطول الموجي ما بين 250 and 270 نانومتر. هذا هو الشرط الأساسي حتى تكون هاي الويفز فعالة. ومثل ما قلنا طبعا بعد ما تخلص هاي العمليه بياخذوا عينات من المياه الى مختبرات خاصه بيتم دراستها حتى يتاكدوا انه فعلا تمت عمليه التطهير الى النسب المطلوبه، وعلى اساسها يتم اخراج المياه الى البحيرات والانهار او الاستعمالات الاخرى. فهذا بنسميه الالترا فايوليت راديشن ميثود. وبالتالي يكون هون خلصنا من السكندري تريتمنت بلان أو processes بالنسبة للwater. حتى نفوت هلا بالجزء اللي بعده اللي هو الأكثر تفصيلي بالحقيقة واللي فيه شغل أكثر اللي هو the secondary treatment for the sludge. طبعاً قلنا إنه the secondary treatment for the sludge بتتألف من المراحل التالية. أولاً المرحلة الأولى هي the conditioning period وراح نشوف هلا شو الفحوى الأساسي منها. المرحلة الثانية هي the thickening اللي هي عملية تسميك للسلج وزيادة كثافته. المرحلة الثالثة هي عملية الدايجيشن الهضم، راح نشوف كمان بالتفصيل كيف تتم هاي المرحلة. المرحلة الرابعة اللي هي عملية الديواترينج فصل المياه عن المركبات الصلبة للسلج. والمرحلة الأخيرة هي عملية الديسبوزل، عملية طرح هذا المركب. راح نبلش بالمرحلة الأولى. قبل ما نبلش المرحلة الأولى زملاء رح نحكي بشكل مختصر إنه شو تعريف السلاج، يعني شو هو السلاج. السلاج بكل بساطة هو عبارة عن product بيكون ناتج عن المياه المالحة اللي تم التعامل معها أو اللي تم تجميعها من خلال the infinite primary treatment stage. يعني كل المركبات اللي تم ترسيبها اللي صار فيها sedimentation بالprimary بالinfinite primary treatment stage هاي بنسميها primary sludge. وطبعاً السلج له نوعين مثل ما قلنا، بيكون فيها primary وفي عنا primary sludge وفي عنا secondary sludge. بالنسبة للprimary sludge قلنا مثل ما حكينا إنه هو بيكون مكون بشكل أساسي من مركبات كيميائية مترسبة، وطبعاً بشكل أساسي بيكون في كمان معه مركبات عضوية وأغذية وإلى آخره. في حين إنه secondary sludge هو عبارة عن activated waste biomass resulting from the biological treatment oration tank. أما secondary sludge مثل ما قلنا هو السلج اللي بيكون ترسب بالsecondary primary مثل ما شرحنا، اللي هو يكون عمليا ناتج عن عملية ازدياد وزن الحبيبات أو الجسيمات أو البكتيريا العضوية اللي قامت بعملية الالتهام والتحليل البيولوجي للمركبات العضوية في البرايمري كلاريفاير. فلما هذا بيترسب فالجزء المترسب مثل ما قلنا بالسيكندري كلاريفاير بنسميه السيكندري سلاج. إذن فالبرايمري هو اللي بيطلع من البرايمري كلاريفاير اللي بيكون مترسب تحت، والسيكندري هو اللي بيكون مترسب بالسيكندري كلاريفاير اللي بيكون مثل ما قلنا ناتج عن عمليه العمليه البيولوجيه اللي تمت بالاريشن تانك. المركبات الاساسيه للسلج عمليا بيكون في ممكن يكون في مركبات عضويه وغير عضويه، وبالحقيقه هو بيكون ممكن يكون concentration of a plant nutrients، ممكن يكون في organic chemicals، ممكن يكون في كمان عبارة عن جراثيم ضارة أكيد 100% لجسم الإنسان. وبالتالي عملية معالجة هذا السلج بطريقة حكيمة هو شيء أساسي كتير للحفاظ على خلينا نقول الصحة البشرية والحفاظ على البيئة. شغلتين أساسيتين في معالجة السلج كتير أساسي إنه نحن نشتغل على إنه يعني to reduce the sludge volume، لانه عمليه لهي العمليه بتعمل يعني بتساعد كثير عمليه التكلفه وسهوله خلينا نقول التعامل معه.
وكمان عملية stabilization للorganic materials. الorganic materials عملية stabilization يعني عملية تفكيكها بطريقة بيولوجية صحيحة حتى كمان نخفف من عملية الأدر اللي هي الروائح الكريهة اللي ممكن تطلع واللي ممكن تكون أحيانا فيها أمور مضرة للبيئة. وعلى فكرة حتى بيكون في أحيانا بيكون في ميديا تانكس بنسميه أحيانا يسمى بالبايوفيلتر كمان، يعني هو بيكون عبارة عن خزان كبير فيه مواد كيميائية معينة طبعا كمان نسميها بالميديا حتى نخلص الغازات اللي بتطلع من عملية الووتر تريتمنت بلانت من الروائح الكريهة. وهذا بيكون أحيانا شرط من الشروط اللي بيحطه المالك أو البلديات للتعامل مع عملية المعالجة بالنسبة للسلاج. المرحلة الأولى من المعالجة هي What's the sludge conditioning؟ أوكي بنحكي على الconditioning. طبعاً الconditioning عملياً هو عبارة عن معالجة السلاج بمواد كيميائية أو مواد أو بطرق كيميائية أو بطرق أخرى رح نشرحها حالياً، يعني فيما بعد اللي تسمى بالphysical methods as well. الغاية الأساسية منها هي تحسين الصفات أو مواصفات هذا السلاج من ناحية انفصال الماء عن مركباته الصلبة، لأنه السلاج مثل ما قلنا ممكن يكون فيه ضغوطية عالية، ممكن يكون فيه شحنات كهربائية معينة للجزيئات المكون منها هذا السلاج بتؤدي إلى تنافر هاي الجزيئات، فنحن المفروض نضيف مركبات كيميائية بتعمل على تكتل هاي الجزيئات لسهولة الترسيب أولا، اثنين بتعمل على تقليص المياه المغلفة اللي راح نشوفها كمان في هاي الجزيئات حتى تساعد على عملية انفصال عن هاي المركبات الصلبة. إذا عمليا بشكل مختصر الهدف الأساسي من الكونديشنينج أو التعريف الأساسي منه هو إضافة مركبات كيميائية أو غير كيميائية لتحسين ال dewatering characteristics for the sludge. So why? Like why we are using these conditioning methods. السبب الأول لأنه مثل ما قلنا بيكون في بهذا السلاج مواصفات معينة، أحيانا ممكن يكون في حتى مركبات industrial derived constituents، يعني ممكن يكون في مركبات صناعية، هاي بتعمل بشكل سلبي على عملية فصل السائل عن المركبات الصلبة، وبالتالي نحن المفروض نعمل عملية conditioning حتى نلغي هذا الموضوع. السبب الثاني إنه وجود بعض الميكروسكوبيك سوليد بارتيكلز اللي بنسميها الكولدر بارتيكلز. طبعا هاي الكولدر بارتيكلز بتلعب دور سلبي لأن بتكون شحنات عددا شحنات سلبية وبتؤدي إلى تنافر الجزيئات تبع السلاج أو موجودة بالسلاج مع بعض البعض وبتمنع عملية الترسيب والتكتل. فنحن بندخل مركبات على فكرة كيميائية، يعني في حال استخدام المركبات الكيميائية بشكل خاص مثل البوليمر أو الفوليك أسيد بتكون هاي المركبات ذات شحنات كهربائية معاكسة حتى نحن نساعد على عملية تقارب البارتيكلز وانضمامها إلى بعضها البعض وزيادة عملية التكتل حتى نساعد عملية الترسيب وبالتالي انفصال الماء عن السلاج فيما بعد. ومثل ما قلنا كمان السبب الثالث إنه وجود negative charge that make the particles تعمل، يعني بيكون في عملية بتخلي الجزيئات تتنافر من بعض البعض وتصد بعض البعض وبالتالي بتكون مقاومة لعملية التكتل الagglomeration اللي حكينا عنها into the large particles. So this is very important and necessary for the dewatering process. So هذا هو الهدف الأساسي من الconditioning. Okay, حتى نحسن، هاي هي عمليا الشرح الدقيق لعملية تحسين مواصفات فصل المياه عن المركبات الصلبة اللي هي عمليا خلينا نقول مقاومة الcompressibility، عمليا القضاء على الشحنات السلبية الموجودة حتى نساعد عملية التكتل والهبوط، وبطريقة أو بأخرى كمان بنساعد على التخلص من البوند ووتر حتى كمان نساعد هاي المركبات الصلبة أنه تتخلص من المياه الموجودة داخل مركباتها. الطرق اللي بنستعملها بعملية الconditioning methods في عنا طريقتين أساسية مثل ما حكينا، في عنا الchemical method أو في عنا الphysical method. الchemical methods هي بإضافة مركبات كيميائية. المركب الكيميائي شو بيعمل؟ بيعمل على عملية neutralization، يعني مثل ما قلنا الكولدل سيرف تشارج بيكون عمليا سالب الشحنة،
هذا المركب الكيميائي اللي بنضيفه بيكون ذات شحنة معاكسة تماماً، بيعمل على عملية تعادل كهربائي للشحنات حتى يساعد على عملية التكتل. الشيء الثاني بيعمله المركب الكيميائي زملاء أنه بيزيد بشكل artificially، بيزيد حجم البارتيكلز، وزيادة حجم البارتيكلز هو شيء أساسي كتير بالنسبة للترسيب وأيضاً بالنسبة للديووترينج، وأيضاً بيعمل على إنقاص البوند ووتر، يعني على الإنقاص خلينا نقول الماء الموجود ب أو الممزوج مع مركبات أو مع الجزيئات. فهاي هي الأمور الثلاثة الأساسية اللي بيقوم فيها هذا المركب الكيميائي حتى يساعد في عملية فصل الماء عن المركبات الصلبة اللي راح تكون في عملية الثيكنينج والديووترينج فيما بعد. طبعا مثل ما قلنا بنستعمل نوعين أساسيين من المركبات. النوع الأول هو البوليمر، والبوليمر بنستعمله بشكل أساسي لما بيكون الطريقة اللي مستعملة بعملية الديواترينج هي السنترفيوج ديواترينج أوبريشن، بتكون أفضل وبيكون more compatible with it. لكن الفيريك سالت عادة بنستعمله إذا نحن بنستعمل طريقة الفاكيوم فلتريشن ديواترينج أوبريشن. طبعا الفيريك سالت ما كتير منصوح فيه لأنه بيساعد أحيانا أو بيساهم على زيادة عملية الكروجن أو طبقة الكروجن بكل خلينا نقول الأجزاء المعدنية اللي بتكون بهاي البروسيس، فالبوليمر هو بيكون أكثر مفضل. بالنسبة للفيزيكال ميثودز such as heat treatment and additional off-fly، في عندنا طريقتين للفيزيكال ميثودز، المعالجة الحرارية heat treatment أو إضافة الرماد. الهيت تريتمنت شو بتعمل؟ طبعا نحن بناخذ هذا السلاج بندخله بدرجه حراره تتراوح ما بين ال 175 لل 204 درجه سلسيوس لعمليه لفتره احتجاز تتراوح ما بين ال 15 لل 40 دقيقه. هاي الحراره شو بتساوي؟ بتعمل عمليه هيدروليزيشن، يعني بتعمل عمليه تحلل مائي خلينا نقول لكل المي المغلف للسوليد ماتريكس، يعني كل المي الموجود ضمن تركيبة خلينا نقول المركبات الصلبة بيتم عملية تخليص هاي المياه من هاي المركبات، وكمان بيحاول على انه يعني بيحطم خلينا نقول المركبات تبع او التركيب تبع الأجسام العضوية، وبالتالي بيساعد بشكل أفضل على عملية فصل هاي المركبات العضوية بجزء الصلب عن المياه. إذن الحرارة شو بتساوي؟ لأنه أحياناً السلاج بيكون على فكرة داخل هون بدرجات حرارة منخفضة خاصة في الأجواء الباردة. إذن الحرارة بشكل عام بتعمل عملية تحلل مائي، بتخلص المركبات الصلبة من محتواها المائي، بتعمل على تدمير أو تحطيم خلينا نقول المركبات الأجسام العضوية الصلبة، وبالتالي لما تشتغل على تفكيك هاي الروابط بيناتها بتساعد أكثر على أنه نفصلها عن مركبات المائية. الطريقة الثانية هي إضافة الرماد. الرماد شو بيساعد؟ الرماد بالحقيقة بيساعد، نحن مثل ما قلنا أنه الصلاج أحيانا بيوصل بيكون فيه كومبرسيبيلتي عالية كتير، بيكون يعني الضغوطية في عامل الضغوطية بيكون عالي كتير، فالرماد بيساعد على خلينا نقول تهيئة أو بيخلق خاصية شعرية معينة ضمنه، يعني هي البوروس لاتيك ستراكتشر، وبالتالي بيساعد أكتر بيخفض من عامل الضغوطية وبيساعد أكتر على عملية الفلتريشن، وبالتالي بيخلي عملية فصل كمان يعني فيما بعد في عملية الديواترينج فصل الماء عن الجزء الصلب هو بشكل بيكون بشكل أفضل. طبعا هون حطيت لك المخطط التقريبي. لاحظوا انه هذا هو السلاج سسبنشن ايتمز. لما نحن بنضيف البوليمر فور اكزامبل، البوليمر طبعا نتيجة انه نحن بنضيفه بشحنة كهربائية معاكسة بيؤدي لتقارب هاي الجزيئات الى بعض البعض حتى تتكتل بهاي الطريقة. طبعا لما بيكون في طبعا تكتلها بيخليها انه تصير بكثافه اعلى، وبالتالي عمليه فصلها في عمليه الديوترينج بتكون اسهل، وعمليه ترسيبها فيما بعد بتكون ايضا عمليه فعاله اكثر. اذا مرحله الكونديشنينج هي مرحله تحضيريه لنفوت بمرحله الثيكنينج.
لا تستعمل على فكرة دائما. ما كل ال خلينا نقول الووتر تريتمنت بلانتس بيستعملوها، ولكن خلينا 80% منهم يستعملوا. احيانا قد يتم الاستعادة عنها لاسباب مختلفة، بيشوف البلدية او بيشوف المصمم للمشروع. طبعا الموضوع بيتعلق احيانا بحجم البلانت او بالطاقة الاستيعابية للبلانت للووتر تريتمنت خلينا نقول. فممكن البعض يقول انه نحن مش بحاجته. المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة جدا اساسية اللي هي الثيكنينج. ثيكنينج يعني التسميك، يعني باللغة العامية. السلاش ثيكنينج is the second step in the sewage sludge treatment plant. وبيكون ضمن تانك بسميه الثيكنر تانك. الثيكنينج هو عبارة عن، إذا جينا عرفنا الثيكنينج، هي عبارة عن بروسيس بيتم فيه عملية فصل الجزء الصلب من الجزء السائل للمركبات، وأيضا يعني تقليص أو إنقاص نسبة المياه الحرة الموجودة بهذا السلاج اللي نسميه الفري ووتر، وأيضا وبالتالي إنقاص حجم السلاج وزيادة كثافته وتركيزه. إذن هاي هي عملية الثيكنينج. يعني نحن عم نحاول نسمك، بمعنى إنه نحن عم نفصل كل الجزيئات الصلبة أو الأجسام الصلبة عن مكونات المائية، عم ننقص عملية الماء الحر الموجود بهذا المركب، وبالتالي شو صار عنا؟ صار في عنا عملية إنقاص لهذا الحجم، لحجم المكون أو السلاج، وأيضا صار في عنا زيادة في كثافته وفي تركيزه. هذا هو السبب الأساسي لعملية الثيكنينج. So إذا بنحكي بتفصيل أكثر، مثل ما قلنا the reduction in the digester size. ليش نحن مستعمل؟ لأنه نحن لما عم ننقص من حجم هذا المكون، عم ننقص عملية من حجم الداجستر، يعني من حجم التانك اللي هو رح يأخذ هذا المركب. فنحن عم ننقص من حجم الداجستر، عم ننقص من كمية الحرارة اللازمة اللي هي الهيت اكسشنجر كاباسيتي اللازمة لتسخين السلاج، عم ننقص من طاقة الضخ المطلوبة وبالتالي من التكلفة اللاحقة أيضا المطلوبة، وبالتالي كمان عم ننقص من كمية المواد اللي نحن عم نعملها disposal. يعني عمليا هي عملية تكلفة، يعني تنقيص حجم السلاج بيساعد بشكل فعال على إنقاص التكلفة الناتجة من عملية المعالجة. وبالتالي كمان بيساعد عملية الثيكنينج، بتساعد على عملية إنقاص فعال لكل الـ downstream process. وأيضا طبعا من التكلفة اللاحقة اللي رح تكون بعملية dewatering and digestion. طبعا نحن ما بننزل من الحجم، فالكمية اللي رح نستعملها في عملية dewatering في المرحلة اللاحقة وعملية digestion في المرحلة اللاحقة رح تكون كمية أقل، وبالتالي تكلفة هاي العملية رح تكون أقل. إذا بالنهاية السبب هو سبب مادي وتكلفة مادية فقط. Thickening types. في عنا أربعة أنواع زملاء لنعمل عملية thickening. طبعاً it's determined by the size of the wastewater plant, its physical constraints, and the downstream process. ممكن أحد زملاء يسأل إنه نحن شو هي العوامل أو الفاكتورز اللي بتحدد لنا أو بتخلي الديزاينر أو الأونر إنه يحدد أي عملية نقوم فيها. بشكل أساسي هي the size of the plant that we need to build. وأحيانًا يكون في physical constraints لأنه مثل gravity tanking for example بحاجة إلى مساحة جغرافية شوي كبيرة. فنحن ممكن يكون عندنا المنطقة اللي بنعمل فيها المشروع، أو ممكن يكون في مشروع already مشروع قديم صغير نحن بنعمله upgrade ما بيتحمل نعمل فيه مثلًا gravity thickening. ممكن لهذا السبب ممكن نحن نستعمل طرق أخرى نحتاج فيها إلى معدات وأجهزة أصغر حجمًا وبالتالي مكان أصغر. إذن هاي العوامل اللي بتتحكم بالطرائق والعوامل اللي ممكن نستعملها في عملية الثيكنينج للسلاج. الطريقة الأولى واللي هي الطريقة الأساسية اللي تستعمل خلينا نقول 90% من البلانت هي الجرافيتي ثيكنينج. لاحظوا هذا هو الجرافيتي ثيكنينج. هو عبارة عن كونكريت، طبعا هو هيكل معدني
ولكن احيانا كثير بيكون يعني هون طبعا موجود اصول هيكل معدني، ولكن في كثير من الحالات بيكون هيكل كونكريتي بالحقيقه، بيكون هذا مبني من الكونكريت، وبيكون في طبعا بيكون في راكس، هذا بنسميه الراك اللي هو بيقوم بعمليه المزج للسلاج. طبعا هذا بيكون القطر تبعه يتراوح ما بين 6 امتار الى 10 متر احيانا، والدف تبعه من 3 الى 4 متر. لاحظوا ان القاعده بتكون مائله، درجه الميول بتكون من 1 الى 4 الى 1 الى 6. هذا هو البايب اللي بيطلع منه السلاج اللي بيتم تسميكه، طبقات السلاج اللي تصل الى درجه السماكه المطلوبه، او بعد ان تصل الى درجه السماكه المطلوبه تتجمع على هذا القاع ويتم اخراجها من هذا البايب من تحت. الجزء الذي يفيض بيروح على على الوير هون، وبعدين بيطلع وبيرجع على البرايمري تريتمنت. So الثيكنينج تانك بيكون مجهز ب slowly moving vertical spudles built like a picket fence اللي هو هذا مثل ما حكينا عنه. وبتكون عملية الـ overflow فيه it's really low. وقلنا كل المي الزائد هلا رح نحكي عنه هون، طبعا شايفين هون يمكن الصورة موضحة أكثر. هذا هو الراك اللي هو هاد، وطبعا فيه السكرابر اللي هو بيعمل بيقوم بعملية الدوران. وبعد وصول السلج إلى درجة السماكة المطلوبة أو التركيز المطلوبة يتم تجميعه بهذا السكرابر وإخراجه من هاي المنطقة اللي هو هذا البايب نفسه. المياه الزائدة طبعا السلج بيجي بيفوت للثيكنر من هون، السوائل الزائدة بتروح على هذا الوير وبترجع مثل ما قلنا بتروح على البرايمري تريتمنت بلانت مرة تانية حتى ترجع تفوت بنفس العملية فيما بعد. ففي نتيجة الدوران البطيء هون، وقلنا نتيجة الترسبات اللي بتكون فعالة بنتيجة الكونديشنينج، لأنه نحن أوريدي عالجنا هذا السلج بالكونديشنرز اللي هي الكيميكال أو الفيزيكال، سواء بالبوليمر أو قلنا عن طريق الحرارة أو قلنا عن طريق الأش. فنحن هون أوريدي نحن زدنا خواص هذا السلج، خواصه اللي خلينا نقول الديووترينج كاركترستيكس فور إت، وبالتالي فعملية فصل المياه عن مركبات الصلبة صارت عملية أسهل بكتير في عملية الثيكنينج. مشان هيك بنشوف في سهولة إنه المي يطلع لفوق، وطبعاً يطلع عن طريق الأورفرو، وسهولة أكتر في عملية ترسب المواد الصلبة وبالتالي تجمعها على شكل طبقات حتى توصل إلى سماكة معينة مثل ما قلنا بتكون حسب الديزاينر. طبعا بيكون في هون سنسرز، يعني نحن بنحط سنسر من هون فوق، هذا السنسر هو اللي بيقيس اللزوجه والسماكه تبع السماكه واللزوجه، وايضا بيقيس ارتفاع يعني ثخانه الطبقه المشكله، واللي على اساسها بيعطي امر للفالفز هون انها تفتح وبيطلع هذا السلاج من الثيكنينج. اذا هذا هو المخطط التفصيلي للثيكنر تانك، وهذا مخطط توضيحي. الطريقة الثانية اللي هي dissolved air flotation، هاي الطريقة ليست أساسية في الاستعمال، تستخدم أحيانا مثل ما قلنا على حسب المواصفات اللي تكون موجودة بالمشروع. عمليا هاي الطريقة المبدأ تبعها هي أنه بتشيل كل الـ suspended matters from the surface of treated water. يعني حتى نشوف بطريقة تفصيلية أكثر، طبعا لاحظوا أن المخطط هو قريب من المخطط الأول، يعني هو قريب لهذا ولكن المبدأ شوي مختلف. هاي الطريقة بتشتغل على أنه نحن بنعمل ضغط على الاير، so we are like pressurizing the air. لما نحن بنعمل ضغط على الهواء بتصير قابلية الهواء للذوبان في الماء اكثر او اسهل او افضل،
وبالتالي لما نحن بنضغط الهواء الموجود ضمن هذا التانك بنساعد على هذا الهواء انه يذوب في الماء، وبالتالي بتشكل عندنا الالاف من التايني اير بابلز. فهاي الاير بابلز شو بتساوي؟ بتلتصق بالعوالق الموجوده بالسلج اللي بتكون على هون بالنص، اللي ما بتكون لا نازله ولا طالعه لفوق. مجرد التصاق هاي البابلز بهاي العوالق بتطالعه معها لفوق، وبالتالي بيصير في تجمع لطبقه من السلج في الاعلى حيث يتم تجميع. طبعا السلج الثقيل اللي هو اوريدي وصل اللي له كتله كافيه لانه ينزل لتحت، يتم تحت وبيتم تجميعه وبيتم سماكته تسميكه بنفس الطريقه الاولى اللي حكينا عنها بالبرايمري ثيكنينج. ولكن هاي الطريقه بتعالج بشكل اضافي العوالق الموجوده بالنص اللي هي لا طالعه ولا نازله، وبالتالي مثل ما قلنا عن طريق الاير بابلز اللي بتلتصق فيها وبتطالع معها لفوق، وبالتالي يتم تجميعها ويتم يعني سكيمينج بروسيس فور ات. فلاحظوا هون محطوط الفلات سكيمر ارم، هذا الارم بيقوم بتجميع هذا السكم اللي تم تشكيله على الطبقه العليا من سطح المكون او السلاج. طبعا هاي الطريقه بشكل خاص يتم استخدامها من اجل اكتيفيتد سلاج، يعني السلج اللي يتم استخدامه كخميره احيانا او معالجته او يتم فيما بعد يتم استخدامه ايضا كخميره في عمليه الايريشن اللي حكينا عنها سابقا. اما حتى هذا السلج نوصله لكثافه عاليه مثل كثافه السلج الموجود هون، المفروض هذا نوديه نعالجه بطريقه البرايمري ثيكنينج اللي حكينا عنها سابقا. اذا هي طريقه اخرى ولكنها ثانويه لا تستعمل بشكل اساسي. الطريقة الثالثة اللي عملت الثيكنينج هي القوة النابذة إن صح التعبير، السنترفيجيشن. السنترفيجال ثيكنينج is acceleration of the sedimentation using the centrifugal forces. So عمليا هذا هو الجهاز اللي نحن موجود عندنا، بيدخل السلاج من هون، طبعا بيكون في سكرو كونفير مثل ما انتم شايفين. عملية الدوران بتساعد على عملية فصل الحبيبات الصلبة عن الحبيبات السائلة. ف الووتر بينزل من هون اللي هو الكلاريفايد ليكويد، في حين انه خلينا نقول الثيكنينج سلاج اللي صار اللي زادت سماكته اكثر بينزل من هاي الطريقة الموجودة أو من هذا المنفذ الموجود في الأسفل. طبعا هاي الطريقة تستعمل في منشآت صغيرة بتكون الكاباسيتي فيها صغيرة، وطبعا هذا السنترفيجيشن خلينا نقول equipment بتاخذ حيز صغير وبتاخذ حجم صغير، لذلك هاي عادة لا تستعمل في البلانتس اللي بتكون ذات أحجام وطاقة استيعابية كبيرة، ولكن مبدأها هو جدا بسيط. طاقة نابذة، عملية الدوران بتساعد على عملية فصل الماء عن السلج، وبالتالي بتزيد سماكة السلج مثل ما قلنا اللي بيتم تجميعه هون. هاي الطريقة بشكل أساسي أيضا ممكن نستعملها بشكل ثانوي مثل ما قلنا بعملية بشكل خاص بالويست اكتيفيتد سلج، اللي إذا بتتذكروا هو السلج اللي بيتجمع عنا بالسكندري كلاريفاير، اللي هو السلج اللي بيكون ناتج عن عملية انتفاخ وزيادة وزن البكتيريا العضوية اللي قامت بعملية التفكيك البيولوجي. فنحن قلنا قسم منا بنرجعه كخميره للسلج، والجزء الثاني اللي بناخده بنسميه الويست اكتيفيتد سلج. فممكن ندخل الويست اكتيفيتد سلج بالبرايمري ثيكنر اذا كان موجود عندنا، او ممكن نعالجه بشكل منفصل عن طريق المركب او عن طريق الايكويبمنت هاي اللي هي السنترفيجيشن ايكويبمنت. طبعا هاي الطريقه ميزاتها انه بتطالع رائحه اقل وبتساعد، يعني هي اقل بتاخذ مساحه اقل، وايضا عمليه الهاوس كيبنج بالنسبه لها يعني ما بتعمل عمليه ما بتحتاج لعمليه تنظيف كبيره المنطقه اللي بتكون فيها هاي الايكويبمنت مثل غيرها من الطرق. اذا هي عمليه نوعا ما مرغوبه في حال
في حال شفنا انه في فائده من استعمالها بالويست اكتيفيتد سلاج، ولكن بشكل عام بالبيك بلانتس ما بتكون موجوده. حتى الويست اكتيفيتد سلاج بدخلوها على البرايمري ثيكنينج وبيعالجوها بالبرايمري ثيكنينج مثل البرايمري سلاج، ولكن مثل ما قلنا بالمركب المنشآت الصغيره ممكن هاي نستعملها. الطريقه الرابعه اللي هي الروتري درام ثيكنر. الطريقه هاي ظريفه كثير، انه كمان ممكن نستعملها ايضا للويست اكتيفيتد سلاج، لانه هاي الطريقه تستعمل ايضا في البلانات اللي بتكون قليله الحجم او قليله الطاقه الاستيعابيه والصغيره. هي عباره عن درام على شكل سلندر بيكون مثقب perforated، بندخل فيه السلاج من هون، بيدخل السلاج من الجهه اليسرى، وبيكون في عندنا هون درايفر اللي بيساعد على عمليه تدوير هذا الدرام السلندري. عمليه التدوير بتخلي انه الووتر الموجود تساعد على عمليه فصل الووتر عن هذا السلاج، فبالووتر بينزل وبيتجمع بتحت طبعا عن طريق الثقوب الموجوده في جدار الدرام، في حين انه السلاج كمان بيفوت بيطلع من الثقوب نفسه وبيتجمع بكونتينرات خاصه حتى ياخذ المعالجه السابقه او المعالجه اللاحقه. طبعا الدايمتر تبع الثقوب هاي بتكون من 0.5 الى 1.5 ملم. عدد الدورات عاده بيكون ما بين 5 الى 20 دوره في الدقيقه. وطبعا مثل ما قلنا في بهي الحاله هاي السلاج بيفوت وبيتجمع بكونتينرات خاصه وياخذ لي المعالجه. طبعا هون بيكون في سبرينج سيستم. هذا السبراي سيستم مهمته الأساسية هو تنظيف هاي الفتحات والتأكد إنه هاي الفتحات مش مغلقة بنتيجة تجمع مكونات السلاج عليها. إذا هاي هي الطرق الأربعة اللي نحن نستعملها في عملية الثيكنينج. إذا عملنا عليها مراجعة بسيطة قلنا الطريقة الأولى هي الجرافيتي ثيكنينج اللي هي الطريقة الأساسية والفعالة أكثر في المعالجة في حال البلانات الكبيرة. الطريقة الثانية هي الـ Dissolved Air Flotation اللي هي عملياً تتعامل مع المركبات العضوية والغير عضوية حتى العالقة في منتصف خلينا نقول المركب اللي لا عم تنزل لتحت ولا عم تطلع لفوق عن طريق زيادة ضغط الهواء، وبالتالي زيادة قابلية هذا الهواء للذوبان في الماء، وبالتالي قلنا الحصول على العديد من البابلز الاير بابلز اللي بتعمل اتاتشمنت مع هاي المركبات وبتطلع لفوق حتى يتم تجميعها فوق، وبعدين قلنا بيتم تجميع هذا ال بنعمل عمليه سكيمينج للسلج المتجمع هون، وبناخده كمان حتى ندخله في عمليه تدوير لاحقه في البرايمري ثيكنينج. الطريقه الثالثه اللي هي centrifugation system اللي قلنا عمليا هي طريقة كمان تستعمل في المركبة أو في البلانات الصغيرة، وعادة بتكون لل west activated sludge. وهي طبعا طريقة فعالة وما بتحتاج إلى حيز مساحي أو جغرافي كبير، وطبعا عملية أو تحافظ أكثر على عملية housekeeping. الطريقة الرابعة لعملية الروتري درام ثيكنر مثل ما قلنا عبارة عن درام كمان يستعمل في البلانات الصغيرة، وممكن يستعمل للويست ريتيرن سلاج. بيكون في عبارة عن ثقوب موجودة في جدران هذا الدرام. هاي الثقوب بيطلع من الماء، طبعا هي بتدور عن طريق درايفر شافت من 5 الى 10 الى 20 دوره في الدقيقه، وبيطلع من هاي طبعا هاي البرفوريتد وولز بيطلع منها الووتر اللي بيتجمع بالتانكات خاصه، وكمان بيطلع منها نفس الوقت السلاج اللي بيروح لتانك مختلف تماما. بنفوت بهذا الكلام يكون خلصنا نحن المرحله الثانيه اللي هي مرحله الثيكنينج، حتى نفوت للمرحله الثالثه واللي هي المرحله الاساسيه في كل عمليه الووتر تريتمنت بلان اللي هي عملية الدايجيشن. So الدايجيشن is the third step in the sewage sludge treatment plant. والدايجيشن run in two stages and take place in the tanks. So هي بتعدي بمرحلتين أساسيتين. على فكرة هو في one stage digestion، ولكن
الأكثر استعمالاً هي الـ two stages digestion اللي هي الـ primary digestion والـ secondary digestion. في تعريف بسيط لعملية الـ digestion، هي عملياً biological process، هي عملية بيولوجية حيث أن كل المركبات العضوية الموجودة في السلاج يتم عملية تفكيكها إلى مكونات أكثر استقراراً. هاي المكونات هي ماء وغاز، وهاي العملية بتساعد أيضاً على إنقاص حجم مجموع كتلة المكون المعالج، وأيضاً تساعد على قتل كل الجراثيم الضارة حتى تساعد في عملية الديواترينج. وهالعملية طبعاً عملية الديجيشن الفترة الزمنية تبعها اللي بتستمر ما بين 10 إلى 40 يوم، يعني السلج بيكون ضمن الديجيشن تانكس بهاي الفترة الزمنية. إذن هذا هو التعريف المختصر والبسيط والواضح لعملية الديجيشن. إذن هي عملية بيولوجية يتم فيها تفكيك كل المركبات العضوية إلى مركبات أو إلى مكونات أكثر استقرار وواضحة اللي هي ماء وغاز. وكمان الهدف انه نحن بدنا ننزل كل طبعا الغاز قلنا راح نستفيد منه فيما بعد، ممكن نستعمل الامور الطاقه والمكونات الاخرى نحن عم نصغر حجمها، وبالتالي عمليه معالجتها بتكون عمليه اسهل واقل تكلفه. عندنا نوعين اساسيين من الدايجيشن ابروتشز. يتم معالجه السلاج في مرحله الدايجيشن في نوعين من الدايجسترز، الانايروبيك دايجيشن وفي عندنا الأرابيك دايجيشن. الفروق بيناتهم هي كالتالي: الأنايروبيك دايجيشن يتم في تانكات مغلقة وفي عدم ولا يعني ما بيكون في أكسجين، in the absence of the oxygen. إذن هو عبارة عن تانك مغلق بيكون في بكتيريا، يعني عمل البكتيريا بيكون في تانك مغلق وخالي من الأكسجين تماما، في حين انه الارابيك دايجيشن يكون السلج مهوى ويكون مفتوح ويكون بوجود الاكسجين، وقد ممكن يضل ضمن السلج حوالي 20 يوم. اذا بكتيريا اللي يتم معالجه السلج هون عن طريق البكتيريا بتانك مغلق وبعدم وجود الاكسجين، اما هون بيكون مفتوح مهوى واخذ راحته والاكسجين موجود، وطبعا المده قلنا 20 يوم. اثنين، بالانايروبيك دايجيشن في حال عدم وجود الاكسجين بيتكون عندنا ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان. اما في الحال اللي يكون فيها السلج معالج بدايجسترات مهوات لا يتم تشكل الميثان فيها. الثلاثه، required more careful monitoring and control. طبعا كونه انه هو مغلق وفي عندنا غاز وعندنا ميثان، فعمليه طبعا راح يكون في بحاجه هو الى عمليه مراقبه حذره، لانه احيانا ممكن يكون في بحال لا سمح الله وجود اخطاء ممكن يؤدي الى عمليه انفجار او عمليه احتراق او ما لا يتحمل عقباه. اما الارابيك دايجيشن فعمليه اكيد عمليه التحكم فيه والسيطره عليه عمليه اسهل بكثير. رابعا، هو less costly، يعني هو ذو تكلفه اقل، في حين انه هذا هو يكون بتكلفه طبعا تكلفته اكبر، لانه بده نتيجه الطاقه المطلوبه من اجل عمليه الايريشن اللي عمليه التهويه. more sensitive temperature and acidity، اذا هو حساس اكثر بالنسبه لدرجات الحراره والاحماض الموجوده فيه، لانه الحراره والاحماض بتلعب دور كبير على عمليه التفكيك البيولوجي كمان اللي بنشوفها في عمليه الدايجيشن. اما هون بتكون حساسيته للحراره او قابليته للحراره والاحماض بتكون عمليه اقل حساسيه. دايجيشن ستيجز، نحن مثل ما قلنا انه رح نحكي هون على التو ستيجز دايجيشن، ومثل ما قلنا في بعض القنوات بتستعمل الون ستيج، ولكن نحن بشكل اساسي بنستعمل التو. المرحله الاولى او الستيج نمبر 1 بنسميها البرايمري دايجستر اللي هو هذا. البرايمري دايجستر
طبعا بيفوت السلج اللي هو عمليا دراي، بنسميه نحن دراي لانه نحن بعمليه الثيكنينج فصلناه عن مكونه المائي، فنحن عمليا عم نحكي على سلج جاف. هذا السلج الجاف بندخله بسلج هيتر، بنعلي شوي درجه حرارته وبعدين بندخله بهذا البايب ضمن الدايجستر حتى تتكون بكتيريا تساعد على عملية التفكيك البيولوجي. شو بيصير بهذا الدايجستر؟ بهذا الدايجستر تانك بيصير عملية بكتيريا هيدروليزيشن، يعني عملية يعني البكتيريا بتقوم بعملية تحلل أو تحليل مائي لكل الجزيئات البروتينية والدهنية الموجودة بهذا السلاج. يعني هي عملية بيولوجية خالصة، فالبكتيريا الجيدة الموجودة بهذا البرايمري دايجستر تقوم بعملية تحليل لكل جزيئات البروتين والدهون الموجودة وبتقوم بتجزئتها إلى جزيئات ومكونات أصغر وقابلة للانحلال والذوبان في الماء. هاي هو التعريف المختصر لما يحدث في البرايمري دايجستر. وطبعا هاي الجزيئات اللي بتكون الناتجة عن عملية التحلل البيولوجي واللي هي طبعا مثل ما قلنا قابلة ذوبان في الماء بتفوت بعملية تخمير fermentation. عملية التخمير في وتكوين العديد من الأحماض الأمينية والعضوية وإلى آخره. وبالتالي هون شو بيصير؟ كمان بيصير في عنا ترسب نوعا ما للأجزاء الثقيلة أو للجزيئات الثقيلة، في حين أن الجزيئات الخفيفة والماء يبقى طافيا على السطح. بعدين طبعا هون بالبرايمري دايجستر بيتشكل عنا ايضا بيوغاز اللي هو مكون من غاز ثاني اكسيد الكربون والميثان، ولكن القسم الاساسي اللي نحن بحاجته هو راح يكون هون، علما انه الغاز المكون هون بتكون طاقته اقوى بالحقيقه لانه عمليه التكون فيه بتكون خلينا نقول ما تم استهلاك الطاقة الموجودة فيه اللي راح نشوفها هلا كيف بالسكندري دايجستر، في حين انه الغاز الموجود هون بيكون غاز نوعا ما ذو طاقة اخف. فنحن بناخذ الغازين المكونين من يعني ما بعضهم وبنطالعهم، لاحظين بناخده لغاز بوستر. طبعا ممكن ندخله كمان في عملية تجفيف لأنه غاز الميثان بيكون في درجة عالية من المياه، وبعد ما يتجفف قسم بناخده to be used، ممكن مثل ما قلنا بنعمل عملية heating لكل المنشأة اللي نحن عم نشتغل فيها، وممكن حتى نولد طاقة كهربائية أيضا لهاي المنشأة. وأحيانا ما يتم يعني الفائض عنه إذا ما بدنا نستعمله بناخده لمجمع حرق وبنقوم بحرق. فهاي هي الخطوات الأساسية في عملية البرايمري دايجستر مثل ما حكينا. إذن هي عبارة عن تفكيك للمركبات أو تحليل مائي لكل المركبات والجزيئات البروتينية والدهنية إلى مركبات أو جزيئات أصغر قابلة للذوبان والانحلال في الماء، وقيام بعملية تخمير في أحماض أمينية وعضوية. Secondary digester. السلج بس ما يطلع بس ما يخلص بنطالعه بيطلع من هون بيفوت للسكندري digester اللي هو هذا. طبعا الدايجستر بشكل عام إذا حكينا عنه بيتكون من ثلاث طبقات، ونفس الشيء طبعا البرايمري digester. الطبقة الأولى اللي هي خلينا نقول من جوا اللي هي الهيكل المعدني اللي هي التانك وول، طبعا بيكون ستيل. الطبقة الثانية هاي الصفرة هي طبقة عزل insulation. الطبقة الثالثة هاي اللي هي من برا اللي هي sheet metals. هاي هي مكونات الثلاثة للدايجستر. لاحظوا زملاء في عنا أربعة طبقات ضمن الدايجستر. الطبقة الأولى اللي هي منطقة الميكسينج زون، هي المنطقة اللي يتم فيها مزج كل هذا المكون. المنطقة الثانية
اللي هي السلج زون. السلج بيتجمع بهاي المنطقة، خلينا نقول بالربع الثاني من الأسفل. وهاي المنطقة اللي هي البنية الفاتحة اللي هي منطقة الليكويد زون اللي بيكون فيها أغلبية السوائل وما تبقى منها من مياه متجمع. والمنطقة الرابعة والأخيرة اللي هي البيوغاز سبيس، واللي هو خليط من ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان. شو بيصير هون؟ بس ما يفوت السلاج لهذا التانك، التانك بنسميه بايوسوليد تانكس as well، لأنه بس ما يطلع السلاج من البرايمري ستيج بيصير اسم السلاج نفسه بايوسوليد. فشو بيصير فيه؟ بنعمل عملية أيضا إذابة وانحلال لكل المكونات ببكتيريا أخرى، لأنه درجة الحرارة في السكندري داجستر بتكون درجة حرارة الجسم على فكرة اللي هي ما بين الـ 34 للـ 38، وسطيا بنحطها على الـ 37 اللي هي درجة الحرارة اللي بتشتغل فيها البكتيريا الثانية اللي هي هلأ رح نشوف شو بدها تساوي. إذا بس ما بيفوت هذا السلج لهذا للبيوسوليد تانك أو للسكندري داجستر تانك بيفوت، بتكون الحرارة هون ما بين الـ 34 37 مثل ما قلنا وسطي بتكون 37 درجة مئوية، وبالتالي بتقوم بكتيريا تانية بعملية انحلال لكل المكونات لإنتاج ما يسمى البيوغاز اللي هو هذا اللي هو مركب من ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان. إذن الخطوة الأساسية اللي بتصير هون هي عملية إنه بكتيريا تحت درجة حرارة خلينا نقول وسطي 37 بتقوم بتحويل كل الخمائر وكل الأحماض الأمينية والمركبات اللي تم تفكيكها بالبرايمري سلاج بتقوم بتحويلها إلى مركب غازي بحت يسمى بالبايوغاز. بعدين بنقوم بعملية كولكشن للميثان and reduce it to the power and reuse it to the power and digestion tank heat and installation building مثل ما قلنا بنرجع نستعمله في عملية الطاقة أو إعادة تدفئة المنشأة. وطبعا السلج الناتج كمان بنسميه بالبيوسوليد. طبعا هاي صورة توضيحية أكثر لهذا السلج أو الدايجستر من جوا. لاحظوا شقد هو ضخم وكبير. هاي هي أنابيب الغاز اللي بعدين بتطلع لفوق، هذا هو السلوب. بيكون في هون مروحة بالنص بتكون عملية المزج. طبعا هذا لساته في عملية، طبعا نحن هون عم نعمل له ريفيربشمنت وعملية طبعا كلينينج وإعادة صيانة من جديد، وعلى الأغلب تم تغيير كل البايبات والأجهزة المتعلقة فيه لأنه تم عملية يعني أبجريدينج ضخمة له. فلاحظوا شد هو وسيع وضخم. وبالتالي بهاي العملية بيكون احنا خلصنا العملية الثانية من عملية الدايجيشن، وصار في عنا هلأ عمليا سلج كيك بنسميه بايوسوليد، وصار عنا مكون غازي من غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون. سلج دي ووترينج. الدي ووترينج هو عبارة عن المرحلة الرابعة من معالجة السلج. The biosolid sludge may contain significant amount of water قد تصل إلى 70%. بالرغم من كل المراحل اللي نحن عدينا فيها، طبعاً السلج أو الكيك الناتج ممكن يكون فيه لسه 70% مركب ماء. الديواترينج أو عملية تنشيف هذا الكيك الناتج تتم بعدة طرق. الطريقة الأولى هي السلج دراينج بيد. لاحظين نحفر بالأرض هذا الشكل اللي هو بياخد نفس الشكل التانك اللي حكينا عنه سابقا، وبنحط طبعا السلاج او الكيك جواته. طبعا نحن نسميه open bed of sand، وبنخليه حتى هذا السلاج ينشف. طبعا المي بينزل عن طريق هذا الدرينج ووتر اللي نحن بعدين لما بينزل هذا المي الناتج عن عملية التنشيف بناخده بنرجعه كمان للبرايمري تريتمنت بلانت، ناخده للإليريشن
تانك اللي حكينا عنه. هاي العملية بتاخذ حوالي 6 أسابيع. بعد 6 أسابيع بيكون الإصلاج وصل لدرجة نشافة مقبولة، وبالتالي يتم أخذ هذا الإصلاج كيك ويتم تجميعه. طبعاً هي طريقة بسيطة، لاحظوا كيف هون التراك عم بينزل الإصلاج. This is the drainage layer، يعني عملية تنشيف بالطبيعة. الطريقة الثانية اللي هي استخدام القوة النابلة، Centrifugation. طبعا هذا هو الجهاز، هو جهاز مشابه للعملية اللي حكينا عنها عن طريق Thickening أيضا. Solid Liquid Suppression Device طبعا is passed through from here. طبعا المي بينزل من هون، في حين انه الكيك او السلاج كمان بينزل من هون نتيجة. طبعا هذا هو Conveyor، Screw Conveyor، نتيجة دورانه بيساعد على عملية فصل الماء الزائد الموجود بالكيك عن مركبات الصلب. فهدول هن الطريقتين الأساسيتين اللي يتم استعمال لعملية dewatering approach للسلج أو للكيك إن صح التعبير بعد ما يخلص عملية digestion. بالنسبة للdisposal هي الخطوة الخامسة من العملية اللي منعالج فيها هذا السلج. الابروتش هي كالتالي: the water sludge or the cake can be buried underground in a sanitary landfill. قلنا هذا هو sanitary landfill، ممكن ناخده نحن للمطامير، وقلنا المطامير بتكون عمليا بيتم عزل هذا السلج. طبعا ناخده اذا ما كان هذا السلج يحوي على مكونات سامه، فبناخده الى هاي المطامير اللي بتكون اللي بتعزل هذا السلج عن التربه او عن البيئه الطبيعيه بعوازل خاصة، إلى أن يتم تحلل هذا الإصلاج بشكل كيميائي وبيولوجي كامل خلال فترة زمنية معينة يتم التأكد منها. فلاحظوا هاي المطامر كيف تكون على شكل طبقات. طبعا هذا الإصلاج يتم ضغطه، يعني we are applying a compaction process on it، وبيكون على شكل طبقات حتى طبعا التقليل من حجومه، حتى يكون في عنا طاقة استيعابية أكثر لهي المطامر. الطريقة الثانية انه الديواتر سلاج نفسه ممكن نعمله عملية، يعني ممكن نحطه مباشرة في الحقول من اجل الزراعة، يعني عبارة عن يكون سماد طبيعي بشكل مباشر بعد التأكد انه ما فيه كمان مكونات سامة للبيئة او للطبيعة. ولكن في حال وجود مكونات سامة Toxic Industrial Chemicals ممكن نحن نروح لإنسينريشن بروسيس لعملية الحرق، واللي هي هاي اللي حكينا عنها. طبعا لاحظوا انه يتم تجميع السلج بالبانكر هون، بعدين بينحط بستوكرز اللي هو بيت النار حيث يتم الحرق. الـ Air Pollution Control System اللي هو هاد كله، اللي هو بيتكون من فلاتر وسكرابرز، المفروض الناتج الغازي عن عملية الحرق يتم امراره في هذه الفلاتر حتى يصبح عبارة عن بخار ماء يطلع من الستاكس او من التشيمني اللي عم تشوفوها هون. فعملية الحرق الانسينريشن بيلدينج هو عبارة عن عملية مستقلة، وتحتاج بصراحة حتى الى محاضرة مستقلة ممكن الشخص يطلع عليها، لانه هو منشأ ضخم ومستقل بحد ذاته، وهو كان احد المنشآت اللي نحن عملناها في دافرن كريك ووتر تريتمنت بلانت، لانه كان المكون الناتج فيه كثير من التوكسيكس ماتيريال. فبهالحاله زملائي يكون احنا وصلنا للمرحله الاخيره من مراحل معالجه السلاج، لنفوت بالقسم الرابع من الاوتلاينز اللي هو السكادا. السكادا، what is the SCADA؟ هي عبارة عن centralized system assembled of computer and communication equipment designers، يعني هي عبارة عن نظام برمجي مركزي بيساعد على عملية السيطرة والمراقبة والتحكم بكل أجزاء المشروع وبكل
الإكويبمنتس الموجودة بهذا المشروع. باختصار طبعاً راح أحكي عليها هلا شوي بتفصيل أكثر، هو بياخذ داتا من المواقع، بيحول هاي الداتا إلى معلومات، المعلومات هاي بتظهر للأوبريشن أند كنترول روم، فبيشوف الأوبريتر بيحلل هاي المعلومات وعلى أساسها بيعطي أوامر مناسبة. هاي الأوامر بيقوم الجهاز السكادا نفسه بتحويلها إلى معلومات، وبتحويلها ثم إلى داتا، بتروح هاي الداتا إلى الإكويبمنتس حتى يتم التعامل معها باختصار. So what's the SCADA components؟ السكادا بتحوي على الهاردوير والسوفتوير كومبوننتس. الهاردوير كومبوننتس هي كالتالي: نمبر 1 في عندنا الانبوتس والسنسرز اللي هي امور اساسيه جدا في المشروع. السنسرز بتكون مرتبطه بشكل اساسي وفعلي بكل الايكويبمنتس الموجوده، يعني السنسرز بتكون موجوده في مثلا على الاير بلاور، بتكون موجوده بالداجستر تانك، بتكون موجوده بالالريشن تانك، فهي بتقيس الضغط، بتقيس الحرارة، بتقيس الارتفاع، بتقيس الهبوط، بتقيس الكثافة، فهي السنسرز هي موجودة بكل محل. So بالتالي what she is doing, it's measuring all the parameters of the machines and control it. وبتاخد هاي الداتا تبع الparameters بتحولها للجزء الثاني اللي هو من السكادا hardware system اللي هو الconversion units اللي هي وحدات التحويل. فوحدات التحويل زملاء بتاخذ الداتا، تستلم الداتا اللي اجتها من السنسرز. وطبعا وحدات التحويل بتنقسم لجزئين اساسيين، الاول هو البروجرامبل لوجيك كنترولرز، والثاني هو الريموت تيلمتري يونتس اللي هي عباره عن وحدات تحكم مبرمجه، وعندنا وحدات تحكم متري. طبعا بتاخذ الداتا والانبوتس والمعلومات من السنسرز، بتحول هاي الداتا الى معلومات، هاي المعلومات بتروح بعدين للجزء الثالث اللي راح نشوفه، بتروح على الهيومن ماشين انترفيرنس اللي هو الكمبيوترات طبعا، وبيتم تحليل هاي المعلومات من قبل الاوبريتورز. طبعا البي ال سيز والار تي يوز تاخذ كل السيجنلز باك كمان، طبعا بعد ما السكادا بتاخذ هاي المعلومات للاوبريتور، ممكن الاوبريتور يعطي معلومات مضاده او بيعطي معلومات أو أوامر أخرى، فطبعاً هدول بياخدوا هاي المعلومات من نظام السكادا وبيرجعوا بيحولوها مرة تانية إلى السنسرز، حتى السنسرز بتقوم بتطبيق الأوامر اللي تم الحصول عليها من الأوبريتورز أو من مركز القيادة الأساسي. فعلى سبيل المثال ممكن انه نظام السكادا شاف انه في هاي بريشر في واحد من البايبات، فطبعا هذا البريشر بيشوف، فالسكادا بيعطي اوامر للبي ال سيز اللي هو البروجرامبل لوجيك كنترولرز، وبانه البريشر انه لازم انت تفتح البريشر ريدوسينج فالفز، فبتشوف، فنحن بنشوف انه بشكل اوتوماتيكي هذا الفالف المسؤول على خفض البريشر الموجود في هاي المنطقه تم فتحه، وبالتالي تم خفض ال pressure، وبالتالي العملية كلها هي عبارة عن عملية مؤتمتة. فال PCL بتبعت المعلومات مباشرة للسنسر، وأحياناً ما بتكون معلقة بالسنسر، بتبعت المعلومات مباشرة لقسم التحكم في الإكويبمنت اللي نحن بنحكي عنه حتى يفتح هذا الفالف المسؤول عن هذا ال pressure. الجزء الثالث من السكادا هاردوير هو عبارة عن human machine interference اللي نحن قلنا بياخذ المعلومات، هو مهمته اظهار المعلومات اللي تم الحصول عليها من البي سي الز والار تي يوز، وهي الانفورميشن طبعا بيتم عرضها للاوبريتورز او للاشخاص او الطاقم البشري الموجود في الهيئه. طبعا على الكمبيوتر في برامج خاصه ممكن نحن نشوف بشكل واضح وصريح، بنشوف نحن اشكال البامبس، ممكن نشوف التانك، وبنشوف عمليه الفلو للووتر للسلاج كلها بتبين قدامنا بشكل واضح. وفي حال وجود اي مشكله في اي اكويبمنت بيبين بشكل واضح، بيعطينا انه الالارمينج سيستم بيشتغل، وبتتحول بيطلع العضو اللي فيه المشكله بيصير لونه احمر. كل الأعضاء في الحالة الطبيعية أو الإكويبمنت في الحالة الطبيعية بيكون لونها أخضر، في حال وجود أي عطل أو استعصاء أو أي بارامتر تم
خلينا نقول طلع عن الحد المسموح او المبرمج فيه، فمباشرة الايتم المسؤول عنه او الايكود المسؤول عنه بتتحول الى اللون الاحمر وبتعطي انذار لغرفة التحكم انه صار في عندنا مشكلة هون، انه عالية الحرارة بهذا الجهاز او عالية الحرارة او عالية الضغط او نزل الضغط الى اخره. طبعا المعلومات هاي لما بتصل للهيومن ماشين انترفيرنس اللي هي الكمبيوتر، الاوبريتورز طبعا بيطلعها بيشوفها وبيقوم بعملية تحليلها وبيشوف اذا هي كانت ضمن البارامترز المسموح فيها، وفي حال انه كانت لا بيعطي اوامر مضادة بتروح للبي ال سيز ولا الار تي يوز حتى اللي هي بدورة بتنقل هاي الاوامر الى الاجهزة الموجودة في المنشأة حتى يتم التعامل معها. بالنسبة للكوميونيكيشن نتورك، طبعا الاثرنت هو الكوميونيكيشن نتورك اللي يتم استعماله في بشكل اساسي ما بين خلينا نقول بعملية الاتصال ما بين كل مكونات السكادا سيستم. بالنسبة للسوفت وير زملاء، أساسية بتكون مستعملة بالسكادا. طبعا الأشخاص المسؤولين على محطة أو بغرفة التحكم هن اللي بيكونوا أوير فيها طبعا وبالديتيلز تبعها، لكن بشكل عام هاي السوفتوير شو بتعمل؟ بتعمل عملية تحليل ونقل طبعا لكل المعلومات والبيانات اللي تم الحصول عليها، وبتقوم بعملية عرضها للأوبريتورز في غرفة التحكم. طبعا الاوبريتورز بيكون مروا بعمليه التريننج اثناء تسليم المشروع. نحن بنعمل التريننج لكل الاوبريتورز الموجودين بغرفه التحكم. طبعا انا بتذكر اني حضرت التريننج مع سيمنز، لانه هن عاده سيمنز هن بيكونوا الشركات الاساسيه اللي تعاملت مع المشاريع اللي انا اشتغلت فيها. فسيمنز عملوا دوره تريننج حوالي اسبوع لكل الاوبريتورز اللي كانوا بغرفه التحكم حتى يقدروا يستوعبوا السوفت وير الموجود او المستعمل في السكادا. المهمات الاساسيه للسكادا، واتس ذا سكادا فانكشن؟ الفانكشن نمبر 1 نحن مثل ما قلنا الداتا اكويزيشن، انه هي عمليه الحصول على البيانات. طبعا هي هون عم نحاول نعمل اعاده مفصله مره ثانيه للشيء اللي حكينا عنه، انه السكادا بتاخذ السيستم بياخذ كل البيانات الـ PCLs والـ RTUs. طبعاً هدول الاثنين بياخذوا المعلومات بشكل أدق من السنسورز اللي قلنا هو المسؤول على قياس على وحدة قياس البارامترز المحددة اللي هي قلنا السرعة، الضغط، الوزن، وحتى أحياناً الحالة الخامة للماتيريال أو يعني الرو داتا خلينا نقول of the material. طبعا وبعدين هاي الداتا يتم مثل ما قلنا ارسالها الى البي سي ايز والار تي يوز اللي بتحولها الى معلومات بتظهر بشكل بيانات فعليه وظاهره على الهيومن ماشين انترفيرنس اللي هي اجهزه الكمبيوتر والمونيتورز، حتى تكون جاهزه وواضحه بالنسبه للاوبريتورز اللي يقوموا بعمليه تحليلها وبعدين اخذ الاوامر او القيام باجراءات مناسبه تجاهها. فالداتا acquisition is the first function of the data of the SCADA. The second function is the control and automation. عملية التحكم والأتمتي. طبعا السكادا بيتم عملية ممكن إنه نحن نقوم بعملية برمجته بحيث إنه يكون في أوامر جاهزة. بمعنى أدق إنه إذا تغير البارامتر طلع او نزل عن الحد الفلاني فالسكادا بتعطي بشكل اوتوماتيكي الاوامر الى البي ال سيز والار تي يوز اللي بدوره بتعطي اوامر للايكويبمنت صاحبه العلاقه حتى تعدل او تقوم بفعل معين، سواء فتح فالفات او زياده حراره او انقاص حراره او زياده سرعه الضغط او زياده ضغط الهواء او الى اخره. فمثلا مثال وهذا صار معنا بالحقيقه في احد المشاريع، انه مثلا نحن اذا شفنا انه الباور سبلاي لاحد الماشينز نزل وكانت البطاريه البديله غير مشحونه بشكل كافي، فالسكادا بتعطي بشكل اوتوماتيكي امر للجنريتر انه يشتغل بشكل اوتوماتيكي ويعطي الطاقه الكافيه لهي الماشين حتى تشتغل. طبعا بيكون في جنريتر ضخم جدا
يكون ستاند باي بكل المشاريع، واللي تم عمليا استعماله في حال صار فيه هبوط مفاجئ او انقطاع مفاجئ للطاقه الكهربائيه في المنشار. الاسكادا طبعا بتعطي عمليه تحذير وانذار، مثل ما قلنا في حال انه في حال صار في اي تغير في الباراميترز باحد المنشآت، هي بتعطي عمليه تحذير بشكل مباشر، بيتم عرضها على المونيتورز الام اتش اي اللي حكينا عنها، وبالتالي الاوبريتورز بيقوم بعمليه تحليل هاي المعلومات واخذ الاجراء المناسب تجاهها. بالنسبه للكوميونيكيشن، في خطوط حمراء عم تطلع، يمكن في احد الزملاء ظهر احد الزملاء عم بيلعب بالنوتيشن. اتس اوكي. الداتا كوميونيكيشن زملاء، طبعا في عندنا نوعين اساسيين من الداتا. طبعا ممكن تكون مثل ما قلنا انه السيستم ممكن يعتمد على الوايرد او ذا وايرلس كوميونيكيشن تكنولوجيز از وي نو. وطبعا بالنسبه للكوميونيكيشن بروتوكولز، نحن ممكن اذا كان البروتوكولز طبعا المستعمله ما بين المشيز وما بين الاوبريتورز، اذا كان الديستريبيوتد نتورك اوكي، اذا كان السكادا مستعمل الديستريبيوتد نتورك بروتوكول اللي هو DNP3 او الكلوز لوكال اريا نتورك، اذا كان اللوكال جيوغرافيكال فور ذا لوكال جيوغرافيكال اريا، يعني اذا كان خلينا نقول ضمن الهيئه او المنشاه الواحده، إذا كان نحن عم نستعمل هاي الاسكادا ضمن منشأة واحدة أو مشروع واحد، نستعمل something local اللي هن هدول السيستمين. أما إذا كنا عم نستعمل نحن اسكادا اللي هي بتربط عدة مشاريع موجودة في مناطق جغرافية متباعدة ومختلفة، فنستعمل نحن الوايد أريا نتورك اللي هي الوان بهاي الحالة يعني. طبعا مثل ما قلنا هاي الصورة توضيحية للاسكادا، هاي هي هون الإكويبمنت. لاحظوا ضمن هاي الإكويبمنت بيكون في السنسرز اللي هو العنصر الأساسي اللي بيراقب عملية الباراميترز أو الباراميترز داتا ضمن هاي المنشآت أو عفواً هاي الإكويبمنت. السنسور بينقل هاي الداتا إلى PLCs اللي هي وحدات التحكم الموجودة. PLCs بتحول هاي الداتا إلى informations وبتبعتها إلى the human machine interference. فالهيومن ماشين انترفيرنس بيقوم بعرض هاي المعلومات على شكل بيانات واضحه لغرفه التحكم، وبالتالي بيشوفوها الاوبريتورز اللي بيقوموا على اساسها باعطاء الاوامر المناسبه تجاه. طبعا هذا مخطط تفصيلي اخر للسكادا. مثل ما قلنا السنسرز، تلاحظوا الفلوميترز بيقيس الفلوميترز البريشر الليفل ترانسميترز اند سويتشز. بعدين بنروح على في عنا هون السبسيستم بيكون خلينا نقول بالالكتريكال كومبوننتس. بنروح على البروسيسورز، طبعا هاي امور تفصيليه اكثر ضمن البي ال سيز. وبعدين بيروح على الاتش ام ايز، بيتم عرض كل هاي المعلومات بتطلع من البي ال سيز بتروح على الاتش ام ايز اللي بدورها بتتجمع بالانفورميشن سيستم، واللي هي عمليا المكان اللي بيكون في غرفه التحكم وكل الاوبريتورز موجودين لا يشوفوا هاي البيانات ويتعاملوا على أساسها. بهاي الحالة يكون خلصنا محاضرتنا اليوم. أتمنى يكون تكون المحاضرة فيها كم من المعلومات اللي استفادوا منها الأخوة الزملاء. طبعاً مثل ما قلنا الووتر تريتمنت بلان بالحقيقة هو علم واسع جداً. أنا حاولت قدر الإمكان أني أحط أكبر قدر ممكن من المعلومات ومن الكيسز، علما انه مش كل هاي الخطوات بتكون عاده مستعمله بكل انواع البلانز. الموضوع بيتعلق بحجم البلان، بالبادجت الموجود لهذا البلان، سواء في عمليه انشاء او عمليه الريفيربشمنت او الابجريدنج اللي بنعمل له. ولكن حاولنا قدر الامكان انه يكون في على الاقل هيدلاينز ومعلومات بسيطه للناس تاخذ فكره عنها. انا جاهز لاي اسئله اذا كان في اسئله. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه استاذ حنان. هي الحقيقه محاضرة دسمة على فكرة. هي بدها على فكرة بدها ريفيو، يعني بدها الواحد يعني to go through it more and more.
حتى شوي يمكن المرحلة أو للوهلة الأولى ممكن الشخص شوي يضيع بيناتهم، بس مع إذا واحد أرى المحاضرة بتأني أنا متأكد إنه راح يبلش يعمل عملية يعني هي رائعة، خاصة إن بتعطي فكرة لأي زميل إذا بده يشتغل بهيك مشاريع، فصار مثل ما تفضلت عنده نظرة شاملة عن الموضوع وبيعرف وين يتحرك حقيقة. تسلم، شكرا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بدنا هيك نشوف الأسئلة، في عنا اليوم مهندس أنس بده ياخذ معنا الأسئلة، بس عندي كم سؤال هيك صغار أستاذ حنان. أنا جاهز، تفضل. تسلم. في عنا الإيريشن تانك، كيف بيتم تنظيفه؟ الإيريشن تانك طبعا بتوقف كل العمليات، طبعا بيتم حجز المي عليه أكيد، يعني بيوقف خلينا نقول هل هن طبعا بيتم تنظيفه على مراحل، بمعنى انه بيكون في مثلا عندنا 8 ايريشن تانكس. نعم. فنحن بنعمل عمليه تخفيض للفلو، بننظف 4 عمليه، طبعا بنشيل بنوقف المي عنه، بنوقف كل الويست ووتر الويست ووتر تريتمنت عنه، وبالحقيقه تتم تنظيفه عن طريق شركات مختصه. طبعا بفوت الشركه لقاع هذا خلينا نقول الايريشن تانك، وبتشيل كل العوالق الموجوده فيه عن طريق وسائل كيميائيه وعن طريق سكرابرز، واحيانا بيتم الارضيه تبع التانك ممكن يحط عليها تكون، طبعا مثل ما قلنا التانك هذا ممكن يكون معدني ممكن يكون كونكريتي على فكره. نعم. الايريشن تانك، ففي حال كان كونكريتي ممكن ينحط عليه نوع من انواع ال خلينا نقول الحمايه، يعني تو افويد الكوروجن مع الوقت، وكمان لحمايته من عمليه التفاعلات البيولوجيه اللي بتصير. فنحن ممكن نحط عليه نوع من انواع الايبوكسي ان صح التعبير، او عباره او يعني مركبات خلينا نقول كيميائية أخرى تساعد تحمي هذا المنشأ من عملية الكروجين. أما في حال إذا كان معدني فاللي بيصير إنه طبعا هو بيكون مقاوم، المعدن تبعه بالأصل بيكون مقاوم للكروجين قدر الإمكان، بيتم عملية سكرابينج له، يعني عملية قشر لكل المركبات اللي بتكون متراكمة على خلال الفترة اللي ما تم فيها المينتنس، وبيتم تنظيفه قدر الامكان. هلا طبعا العمليه المينتنس قد تاخذ احيانا من اسبوع الى 10 ايام، مثل ما قلنا هي بتكون من قبل شركات مختصه. على فكره نفس الشيء بيكون بالسكندري كلاريفاير بنفس الطريقه، بيوقفوا حوالي 30% من السكندري كلاريفاير بينظفوه بيشغلوه، بعدين بيروحوا على 30% اللي بعده بينظفوه بنفس الطريقه سواء كان معدني او كان كونكريتي. تمام، الله يبارك فيك سيدي. في بالنسبه للمواد ومعالجه المياه، هي في عندك البايو كيميكال ماتيريال اللي بتجي سواء من المصانع او من المشافي، كيف بدنا نتم معالجتها؟ اللي نفس الطريقه بالديسنفكشن، يعني الديسنفكشن اللي بيكون موجود سواء باليو في او مثل ما قلنا بالكلورين بيكون قادر على قتل كل انواع الباثوجونز اللي بتكون بالووتر 100%. تمام. بس مثل ما قلنا المهم انه لما نحن بنستعمل الكلوراين ما لازم يتم الكلوراين، يضل الكلوراين ضمن الماء. فلاحظ نحن بنعمل بعمليه دي كلورايزيشن للماء قبل ما ندخله او ما بعد او قبل بالمرحله ما قبل اضافته او طرحه الى البحيرات او الى الانهار، يعني بنعمل كلورينيشن ودي كلورينيشن. نعم، يعني بنستخدم الكلور بقتل البكتيريا او شو اسمه، بعدين بعمل ديكلوريشن بسحبهم. اكزاكتلي. على فكره حتى اليو في، حتى الالترا فايوليت ساوند، يعني حتى اليو في نفسها كمان بتكون قادره على قتل كل انواع البكتيريا الضاره 100%. مثل ما قلنا هي بتدخل في بتعمل عمليه قتل للار ان اي والدي ان اي لهي البكتيريا او الفيروسات. نعم. وبتمنع من عمليه التكاثر وبتقتلها. نعم. بنفس الوقت. نعم ما شاء الله. طيب بالنسبه لنا، هل عمليه او طرق معالجه المياه المالحه مثل المياه الحلوه؟ يعني انا خلينا نقول لك المياه الحلوه بنشتغل بالتعقيم بالاوزون او بالتنقيه باحواض الرمل، او ممكن نشتغل بمواد كيميائيه حسب المواد اللي موجوده سواء كانت مشعه او غيرها بالمي المختار عمليه المعالجه. هل نفس الشيء بالنسبه للمياه المالحه؟
بتصور في طبعا هو كل نوع الفرق انه معين له مثلا طريقة معالجة معينة طبعا بروسيس اللي هو خاص. الفرق انه بشكل اساسي انه نحن ما عندنا سلج، نحن هون عم نعالج فقط الجزء المائي بالموضوع لانه هو المياه. عمليا نعم، يعني انا بدي اقول لك هون في تورونتو مثلا المياه اللي بتاخذ، لانه نحن عمليا المي اللي بتطلع لما بنقول نحن طلعنا المي للبحيره هي بتكون عمليا مياه قابله للري، مياه حتى فيها الحيوانات تشربها نوعا ما، نعم. ولكن حتى تكون قابله للاستخدام البشري بتفوت بعمليه تطهير اضافيه. نعم. هلا على فكره ممكن احيانا تفوت في عمليه فلتره اضافيه ايضا اللي هي عمليه الميديا فلتريشن اللي قلنا هي رمل وبحص، تمام. ولكن كمان بتنضاف مواد كيميائيه اخرى لتعقيمها حتى تكون بحيث انه توصل عمليه الديزولف ماتيريال يعني الشوارد الصلبه في الماء لازم تكون 500 بي بي ام وعسره مثلا. المياه ما يسمى بالعسر لازم تكون ضمن حدود معينه، وايضا عمليه خلينا نقول اللي حتى بيضيفوا له فلورايد على فكره للمي. وانا طبعا بنصح التعقيم، دائما نعم. انه يعني حتى انا اولادي بنصحهم يعني، وانا شخصيا بشرب من مياه الحنفيه لانه حتى الفلورايد بيكون فيه عالي جدا وجيد لاسنان الاطفال تمام ولنا حتى. تمام ما كثير بنصح انا بالانابيب بصراحه، او عفوا المي الموجود معقمي. اللي عم بيجينا من يعني من المعامل تبع التحليل، الالمنيوم. هلا بدبي التحليل انا عبارة عن بتذكر معالجي. بدبي كنا المي اللي بنشربه كان من معامل دوبار اذا بتتذكر تبع الالمنيوم، كان المي الناتج عن عمليه التصنيع بيحطوه نعم. بعبوات وبيبيعوه للناس. ما بتصور هذا المي صحي حقيقه، هلا قد يكون نقي ومعقم على فكره او بعباره نعم. ذاك معقم اكثر، ولكن انا ما بتصور انه صحي. فانا بفضل انه المي اللي بيجي من الحنفيه بيكون فيه نسبه المواد الشوارد والمواد المفيده للجسم خاصه الفلورايد افضل بكثير. بس تمام. جواب مباشر على سؤالك تقريبا نعم، مثل ما قلنا انه هو بفوت بعمليه فلتره اضافيه وبينضاف تمام. معقمات قويه جدا حتى يتاكدوا انه هو امن للاستعمال البشري. الله يبارك فيك. السؤال الأخير من عندي، يعني أنت يعني structural based engineer، كيف انتقلت للمحطات المعالجة يعني؟ بالحقيقه اوكي 100% is a good question. هلا انا اكزاكتلي انا structural engineer. لما اجيت طبعا انا بحب كمان البروجكت مانجمنت حقيقه، وطلب مني من قبل الشركه انه يعني نحن بدنا نعمل ديفيجن للبلاننج ديبارتمنت وبدنا نستفيد من الخبره الموجوده عندك انت بالكونستراكشن مانجمنت لنحاول نطور هذا الكلام. حقيقه انا ما كان عندي فكره عن البلاننج سوفت ويرز يعني بريميفيرا مثلا او فعملت دورات على البريميفيرا، وحاليا انا فيني اقول يعني ما بدي اقول لك انه اكسبرت ولكن وصلت الى مرحله متقدمه جدا في استعمال البريميفيرا، وعم نعمل حتى دورات سنويه او اجتماعات سنويه مع اوراكل كل سنه هون بتورونتو. بيجوا اوراكل المصممين الاستراتيجيين من كاليفورنيا، بنتناقش على باخر انواع التطورات الموجوده على سواء البريميفيرا او البرايم او اليونيفاير. فحقيقة حسيت انه طبعا فيما بعد خلينا نقول بعد سنتين طلب مني اني فوت في اني سير بروجكت مانجر وسير دايركتور، فانا بالحقيقة فضلت اني ابقى بالبلاننج ديبارتمنت وقود البلاننج ديبارتمنت لاستعمل خلينا نقول الخبرات اللي اخذتها ككونستراكشن مانجر بالخليج في عملية الفاليو انجينيرينج. يعني انا عم بستعمل الستراكشرال باك جراوند ان ذا فاليو انجينيرينج، يعني مثل ما قلت لك في احد المشاريع او في اكثر من مشروع نحن غيرنا جزء من الديزاين. يعني مثلا نحن ممكن نغير السقوف مثلا نعملها مثلا على سبيل المثال من كاست ان سيتو نعملها بري كاست هولوكور مثلا، انا بعمل او هولوكوست، فانا بعمل كل الدراسات المطلوبه. فانا كوني بلانر وكوني اني بساعد كمان خلينا نقول قسم التصميم بهذا الكلام، فبنساعد نحن في عمليه تقليل التكلفه وتقليل البرنامج الزمني. ما كان هذا خلينا نقول الدومين الاساسي اللي انا جيت فيه، انا كنت بفضل اني فوت في قسم التصميم لاني انا بحب الديزاين حقيقه. نعم. ولكن لما جيت لفرع الشركه بتورونتو كان في حاجه اكثر للبلاننج ديبارتمنت، ولما فتت البلاننج حبيت البلاننج. تمام. يعني البروجكت مانجمنت هو علم، هو بحر بالحقيقه، وبتصور هو شيء اساسي كثير في نجاح اي مشروع. تمام. علما انه يمكن اعطي هلا معلومه صادمه للزملاء. طبعا انا معي بي ام بي لما كنت بدبي، وحتى اخذت هون جولد سيرتيفيكيت بالبروجكت مانجمنت. لما جيت لنورث امريكا تفاجات انه ما كثير بيعتبروا البي ام بي او ما كثير حدا منتبه للبي ام بي يعني للبروجكت مانجمنت.
يعني عندنا بالخليج كنا نتنافس على انه اللي بده ياخذ بي ام بي علما انه هي شهاده تاخذ من امريكا، ولكن لما اجيت لنورث امريكا تفاجات انه الجولد سيل هي شهاده مرغوبه اكثر، علما انه الجولد سيل هي لوكال سيرتيفيكيت. نعم. في حال انه البي ام بي هي عباره عن خلينا نقول انترناشونال. فحسيت انه بصراحه حقيقه بنورث امريكا they look for the petrol يعني they are looking for the dollar more than the quality يعني حتى تكون بشكل احكي بشكل دقيق. عندنا بالخليج يعني قد يكون في بادجت اكثر، النظام هو عاده 80% هو نظام بريطاني البريتش ستاندرد بيهتم بالكواليتي اكثر، الديتيلز فيه اكثر، السبيسيفيكيشن بتكون فيه غنيه اكثر، وبالتالي يعني ممكن البي ام بي بيلعب دور اساسي واكبر في عمليه خلينا نقول تنظيم المشروع والتاكد انه هو راح يكون في بتكلفه معقوله. في نورث امريكا ما كثير بيهتموا بهذا الكلام، بيهتموا بالدولار ويمكن اقول لك احيانا على حساب الكواليتي. وطبعا كان في نقاشات كثير بيني وبين الزملاء. انا حاليا فيني اقول لك اني عملت تغيير كبير بفرع الشركه هون حقيقه، يعني طبعا كان في نقاشات كثير بين البروجكت مانجرز وبين السايت سوبرز. هون بنسميه سايت سوبر اللي هو الكونستراكشن مانجر عندنا بالخليج. على فكره السايت سوبر بنورث امريكا عمليا هو اقوى من البروجكت مانجر، يعني انا فيني اقول لك انه هو ذا بروجكت درايفر. وهذا الكلام انا كنت ارفضه بالبدايه، يعني ما كنت اتقبله بصراحه لانه البروجكت مانجر هي از ا بروجكت مانجر صح. حتى بس عندنا بالشركه حاولنا نعدل هذا الكلام شوي، فصار في نوع من التعادل بيناتهم، ونحن خلينا نقول كبلانر صرنا بين الاثنين، يعني صرنا بنعطي معلومات للاثنين بنساعد السايت سوبر على تغيير الديزاين. نعم. وبنساعد البروجكت مانجر، نحن بنكون مثل عينه انه this is what we need to do in the coming future، لازم نسرع هون لازم نبطئ هون حتى نزيد مثلا الكاش فلو حتى نزيد، يعني عملنا خلينا نقول الايرن فاليو مانجمنت اللي هي شيء اساسي كمان بيشغلنا هون، فنتعاون بشكل اساسي بهذا المجال مع البروجكت مانجرز. تمام. بس عم بستفيد من الستراكشرال باك جراوند في عمليه الفاليو انجينيرنج، في عمليه السكيدجول، في عمليه الكوست كنترول ومساعده التيم، وهذا هو الاساس كمان. نعم. بارك الله فيك، الله يعطيك العافيه. استاذ انس، استاذ انس معك حبيبي، معك اسمع. شو في عندك اسئله؟ تفضل. انا لي تعقيب بس على كلام استاذ حنا. المهندس انس بامريكا شغال بهلا بترميم الاثار. انت الاثار التاريخيه. تفضل. انت شمال وانا جنوب. مهندس حنا بامريكا لا بيهتموا بالبي ام بي وبيهتموا بموضوع البروجكت مانجمنت والاهتمام بالكواليتي اكثر من المصاري، على الأقل بالمشاريع اللي أنا أشتغل فيها. طبعاً المشاريع اللي بتكون نوعية يستخدم فيها شيء اسمه الـ 3-phase inspection الـ quality control، وهي شغلة تانية ممكن نحكي فيها بعدين. بالنسبة لموضوع شرب المي من الحنفية، أتوقع مية كندا أحسن من عنا، لأنه إحنا هون عنا صارت كذا حالة والشباب زدوا مواد كيماوية بكذا مدينة وشو صار في إصابات فيها. فموضوع شرب الماء إحنا فيها بأمريكا ما كتير محبة صراحة. طيب هلا نحن عنا خلينا نأخذ الأسئلة أحسن ما ندخل بحطوا مي وحطوا لا هو لا 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 ما في، بالعكس يعني أنا بحترم رأي الأستاذ. طبعا هلا أمريكا بلد كبير، كل ولاية لها قوانينها المستقلة طبعا، وهي كل ولاية عمليا بلد مستقل. نعم. بس انا فيني مثلا فاجئ الاستاذ انس بقول له مثلا نحن باونتاريو تخيل نحن ما عندنا شيء اسمه مثلا كواليتي كنترول انجينير، شو رايك؟ ما عندنا كيو كيو سي، يعني نحن بالاورجنايزيشن شارت اللي عندنا من اصغر مشروع الى اكبر مشروع ما في شيء اسمه كيو كيو سي. الكيو كيو سي بيقوم فيه يا بروجكت انجينير او احيانا بيقوم فيه البروجكت مانجر. شو رايك مثلا انه معنا نحن انسبكشن على كل، يعني مثلا بالخليج مثلا اذا انت بدك تعمل تصب سلابي مثلا بدك تصب سلاب اون جريد، انت بتعمل كومباكشن تيست، بتعمل انسبكشن ريكويست، بيجي الاستشاري بيشيك، بعدين بتحط البي بي سي او بنسميها هون البلايندينج سلاب، بيجي الاستشاري بيشيك صبيتها، بعد ما بتصبها مثلا بدك تعمل ووتر بروفينج، بده يجي الاستشاري تعمله ريكويزيشن
inspection request exactly حتى يجي يشوف انه ال blinding خلينا نقول it's ready for the waterproof. حطيت له waterproof يعني لاحظ انت كم مره بتعمل inspection request. شو رايك انه هذا الكلام مش موجود هون على الاطلاق؟ يعني مشاريع ضخمه تخيل انه الحديد بينحط مباشره على التربه بدون ما يكون في احيانا blinding. يعني انا شفت انا عملت كذا مشروع الاساسات اللي هي الفوتينجز يعني الفوتينجز الصغيره بنحط الحديد مباشره بنحط له بس السبيسرز وبنحط الحديد مباشره على التربه بعد ما نعمل لك كومباكشن بنصب الكونكريت يعني فانا بتصور this is something it's compromising the quality يعني that's my opinion. هلا هيك السيستم ماشي طبعا هون هلا طبعا مشاريع اكبر ممكن اي يكون في شويه اهتمام اكثر بس الاورجنايزيشن شارت بالحقيقه هون جدا مختصره بتصور بالبريتش ستاندرد الاورجنايزيشن شارت بتكون تفصيليه اكثر يعني بيكون في اما هون لا بيختصروا كل شغلتين يعني بديزيجنيشن واحده يعني بروجكت مانجر بيعمل شغل كيو كيو سي بيعمل شغل احيانا اكاونتنت حتى هو يعني يختلف حتى يختصروا حتى يخففوا من تكلفه المشروع حقيقه هو الحقيقه يختلف يا استاذ حنا يختلف بين كندا وبين امريكا حتى بامريكا ممكن ولايه عن ولايه يختلف واونر عن اونر ممكن يختلف بالمواصفات تبعه على فكره عندك. انا اول مشروع اشتغلته بكندا مع امريكان بشركه اسمها كوفينتا نحن اشتغلنا هون بتورونتو اول مشروع بأونتاريو اللي هو معالجه حرق النفايات الغير عضويه اوكي كانت الشركه امريكيه مثل ما قلنا اسمها كوفينتا هي موجوده بسيركيوس في منطقه شمال نيويورك اشتغلنا معهم حوالي سنتين ونص المشروع هن كانوا مستلمين الالكتريكال والميكانيكال ونحن كنا مستلمين السيفل وانا تناقشت معهم وكانوا الشباب من ولايات مختلفه نورث كارولينا ساوث كارولينا داكوتا حتى من فيرجينيا ورحت انا زياره بالحقيقه المدير تبع المشروع كان امريكي وانا رحت انا وهو زياره لامريكا بسيارته يعني رحنا لزياره احد المشاريع اللي نفذناه اللي هن نفذوها نفسها ب ب ب بكندا السبيسيفيكيشن مختلفه يعني السبيكس بيننا وبين امريكا مختلفه يعني تخيل انه حتى الوان الووتر بايبس مختلفه يعني الووتر بايب عندنا مثلا هون لونه ازرق هونيك عندهم لونه اخضر بده يكون وحتى صار في شويه اشكاليات ما بين انه بدنا نفرض السبيسيفيكيشن تبعهم وعلما انه المنطقه هي كندا وبيقول لك لا نحن امريكان بدنا نطبق نفس السبيكس تبعنا فالريجن هون رفضت قالوا لا يو هاف تو فولو ذا كانديان سبيسيفيكيشن ودخلنا تخيل بهاي الامور التفصيليه نعم. بعدين طبعا حلينا المشكله يعني فلا في اختلاف بالحقيقه في اختلاف ولكن ما بعرف يعني ممكن يكون الموضوع من ولايه لولايه مختلف ولكن انا بحس من ناحيه الكواليتي العمل بالنظام البريطاني وفي الخليج هو اكثر يعني في رياحه اكثر حقيقه انا هذا متعود عليه في شغله اتس ذا دولار ذاتس عشان طول القصه هو الفرق بين الخليج بينه طبعا انا اشتغلت بدبي بعدين انتقلت لامريكا الفرق الاساسي هو وفرت اليد العاملة ووفرت العامل البشري بالخليج وكلفته القليلة يعني انت فيك توظف 3-4 superintendents او construction managers بالخليج براتب واحد بامريكا او كندا فمشان هيك انه ممكن يقصوا من موضوع الكواليتي وموضوع البوزيشنز بالorganization تماما طيب سيدي مشان ما اطول على الزملاء السؤال الاول اللي انا شفته من مهندس محمد سمير هلال ما هي الطريقه لدراسه التربه للتخلص من المياه المعالجه السائله فقط عبر انابيب مغروسه الى اعماق تصل الى مستوى المياه الجوفيه تحت الارض في حال عدم توفر مجرى قريب للتصريف اليه واللي عم يحكي عليه شيء بالانجليزي هو deep well injection ما بتصور انه انا اضطرت لهيك امور حتى ما اعطي معلومات غير دقيقه ما عندي معلومات ما اشتغلت يعني هذا الموضوع من المشاريع اللي انا كنت فيها طيب السؤال من مهندس خالد قنطار هل ممكن نحصل على البرزنتيشن ايه طبعا من ابسولوتلي السؤال مهندس ياسر حسن بيقول لك ما انك انت الباك جراوند تبعك انشائي فهل ممكن تتكرم علينا بمحاضره ثانيه عن طرق تنفيذ المنشآت اللي حكيت فيها
ممكن اذا كان في اكثر ديتيلز يعني. هلا طبعا هلا مثل ما قلنا الهيد وركس بيلدينج عباره عن منشأ بيتوني يعني منشأ هيكلي بسيط يعني ما فيه بس ممكن طبعا واي نوت يعني البامبينج ستيشن ممكن تكون شيء مهم ممكن الناس يعني تهتم فيه واي نوت ابسولوتلي ممكن ننسق الموضوع مع الاستاذ عبد الحكيم و ويل جو فور ات. سؤال من ابو عبد الكريم مهندس ابو عبد الكريم بالنسبه للسلج دراينج بيد طالما انه مكشوف يحتاج الى مده للتجفيف قد تصل الى 20 يوم حسب ما ذكرت او غيره كيف ممكن تتجنب موضوع الروائح؟ حقيقه هل هذا بيكون بمنطقه عمليا يعني مكشوفه؟ هل ممكن ممكن نحن نعمل outdoor building control يعني نحن ممكن إذا أردنا نعمل هذا البيت في منشأة مغلقة وبيكون connected مع outdoor building control يعني بناخد نحن بيكون في دكتات ضخمة جدا بتاخد هذا الأودور اللي بيطلع أو الروائح الكريهة اللي بتطلع من المنشأ وطبعا بتدخله عن طريق بنسميه biofilter اللي هو عبارة عن خزان ضخم بيكون فيه ميديا هي عبارة عن مواد كيميائية معينة بتقوم بعملية فلترة للروائح الكريهة من الأودور وبعدين بتطرحها بالتشيمني أو بالستاك ممكن ولكن هو تكلفة إضافية ولكن حقيقة عادة هاي الأمور بتكون بمحلات بعيدة عن المدينة في مناطق مفتوحة حتى يخففوا من تكلفة الأودور بيلدينج كنترول لكن إذا اضطروا بيعملوه يعني إحنا عندنا مشاريع بيكون في أودور بيلدينج كنترول موجود من ضمن المنشأة نفسها حتى يخففوا من عملية الأودور الروائح الكريهة. تمام. السؤال من مهندس محمد عيد حاج حمدو في بعض البلاد يتم معالجة المياه بما يسمى محطات المعالجة الطبيعية التي تعتمد على نوع خاص من الأعشاب وهذه النباتات تقوم بتنقية بدائية بكلف تشغيل قليلة جدا مر معك هيك شيء؟ لا تنقية بشو يعني هي هاي الأعشاب بتعالج شو بتعالج المي ولا بتعالج السلاج؟ ما بتصور معالجة مي هلا طبعا نحن بدنا معالجة متكاملة يعني ما فينا نحن نروح لطريقة بنعالج فيها المي وما بنعالج فيها السلاج ما مرق معي هيك موضوع الحقيقة. تمام. سؤال مهندس رزق حجاوي في بداية المحاضرة تم ذكر أن كمية المياه المعالجة بإحدى المحطات في كندا يختلف بين الصيف والشتاء. تمام. هل نظام التصريف للصرف الصحي ومياه الأمطار مشترك للذي يغذي المحطة أم أن هناك سبب آخر؟ شكرا. نعم احيانا الستروم ووتر بتروح لهي المحطات حقيقه واحيانا حتى كل الريني ووترز اللي بتجي كمان بتروح لهي المحطات يعني المياه طبعا هون بتكون في عندك انت ثلوج وامطار كثيفه خاصه في كندا الكميه الثلوج والامطار اللي بتنزل في اليوم الواحد قد يعني تكون كميات ضخمه فنعم تضاف الى شبكه الويست ووتر تريتمنت بلان. أنا أتوقع هي غطينا كل الأسئلة أخي عبد الحكيم وأخي حنان. بارك الله فيك يسلم وديك أستاذ جاهزين أني تايم بتشكر كثير الزملاء اللي حضرونا اليوم بتمنى أنه يكون في فائدة للجميع حتى أستاذ عبد الحكيم يعني أنا بإيميلي عندك حتى إذا بعدين الزملاء راد يكون في عندهم أسئلة إضافية فيما بعد ممكن يبعثوا لي بالإيميل وأنا حاضر أجاوب عليها ضمن معلوماتي ممكن. الله يبارك فيك تسلم بدنا بس هيك البي دي اف تبع المحاضرة مشان نرفع لهم إياها على الجروب تكرم الله أبعث لك إياها إذا تبعت لي إيميلك بعثت لك إيميل عندك إيه أوكي عظيم عظيم إيه أوكي ما وصلت إيميلين اليوم الله يبارك فيك الحقيقة بشرك يا أستاذ عبد شكرا فعلا كانت الفائده كبيره فيها يعني انا اشتغلت بمجال معالجه المياه وكان عندنا مشروع صغير بمعالجه المياه الصلبه لكن بشكل اكبر بالمياه الحلوه بس المعلومات اليوم قيمه جدا جدا وبشكرك ان شاء الله ان لقاء ثاني مرتب لقاء ثاني وبنشكر زملائنا اللي حضروا معنا سيدي شكرا استاذ حنا حياك الله معك سلام والله في حد اذا في حد رافع ايده ما بعرف بقى انا جاهز ما عندي مشكله ايه بدي يمكن هيك السلام عليكم
السلام عليكم استاذ عبد الحكيم. يعني نحن سالت انا سؤال انه ممكن في طرق لمعالجه المياه بشكل بدائي او بشكل طبيعي، نعم، اللي تعتمد على مساطب واحواض ترسيب وبعدين اعشاب بتخفف مما يسمى يعني بتزيد ما يسمى الحامل الاكسجيني في المي، بحيث انه يصير مبدئيا احسن بما يسمى يعني رمد افضل من العمى. نحن في الشمال السوري او بسوريا بشكل عام ما في كهرباء، فانا مسألة اعتمد على محطه معالجه وفيها اجهزه تقنيه وبتحتاج كهرباء بشكل دائم، او اذا ما في كهرباء بدي ديزل يعوض، ونفقات تشغيل كثير بايظه والاسعار المحروقات كثير 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 كبيره. فنلجأ يعني في كثير مهندسين عندنا في المنطقه بيعملوا دراسه ما يسمى محطات معالجه بدائيه تعتمد على احواض وعلى المصاطب وعلى الشلالات وعلى الاعشاب نسميها نحن قصب الزل، اللي بتكون ممكن تعرفها انت بحكم المنطقه بكفر حلب لما كنا هون كان محضر لمحطة معالجة عن محطة القطار اللي بعدي من كفر حلب باتجاه أورم. فهل هالخطوات هي أو المحطات المعالجة بهالأسلوب هاد عم نلجأ لها مضطرين حتى ما تتأذى الأراضي الزراعية، وعم نعمل تحليل عم يطلع نتائج تحليل جيدة أو مقبولة أفضل مما تكون المحطة المياه غير معالجة أبدا. إذا ما عندك حلول مضطرة، إذا ما عندك حلول متطورة أنت بتلجأ لأي طريقة بحيث تخفف تأثير المياه الصلبي، لكن المياه هي يعني غالبا ما بيكون فيها مواد كيميائية، يعني بتكون عضوية أكثر ما تكون كيميائية. تفضل أستاذ حنان، إذا لك تعليق. هلا طبعا مشكورين الشباب الزملاء هونيك، طبعا يعني الحاجة هم الاختراع، بس نحن هون حكينا على خلينا نقول طريقة متكاملة مع الكيمياء بما فيهم السلاج حتى. بس هلا انا سؤالي للزميل المهندس، طيب يعني انتم البقايا العضويه هون كيف بتتعاملوا فيها؟ يعني في حال انه انتم ما عندكم منشآت حاليا وما في كهرباء، طيب المي اوكي عرفنا انه عم تتعاملوا بهالطريقه، طيب كيف عم تتخلصوا من الناتج العضوي البشري يعني الموجود عندكم؟ هلا يعني ممكن احواض ترسيب قلت لك صغيره بتعتمد على المعالجة الهوائية، ما بتعتمد على المعالجة اللاهوائية. تترسب بأرضها. تترسب بأرضها، بصير إلى قشط يعني بشكل يدوي. يعني هذا الأمر اللي عم نلجأ له للأسف لأنه ما في حل بديل. إن شاء الله بتوفر الحل البديل سيدي. مفهوم. الله كريم. يعني نحن رحنا على تركيا وزرنا محطات المعالجة في تركيا وشفنا إنه الأمر متطور جدا. وشفنا محطات المعالجة المتطورة بحيث إنه لما دليل نجاح المحطة بتدخل عليها انه ما في ريحه، بتشم ريحه تراب فقط. يعني هي من يسمى الكشف البدائي. نعم. على المحطات المتطوره اول ما بتدخل تمشي في المحطه بكل احواض بكافه انواعها ما بتشم ريحه لا حمأة ولا ريحه مياه كريهه ولا ابدا ابدا. ايوه كنا بنتمنى يصير هالشيء هذا في بلدنا، بس للاسف يعني شايفين وضعنا وضع بلادنا. بصير ان شاء الله، بصير ان شاء الله، يعني بصير ان شاء الله بالمستقبل يصير هيك ان شاء الله. جزاك الله راد، الله كريم. تسلم استاذ محمد، تسلم. في سؤال اخير بدي اخذه، معلش استاذ حنا، خذ وقتك خذ وقتك. وسرنا في مهندسنا الاستاذ رزق لما سال مياه الامطار تدخل بنظام الصرف الصحي، اجبنا نعم. الا يؤثر اضافه مياه الامطار الى محطه المعالجه على كفاءه المحطه؟ تتمت سؤاله. عفوا ما بس الصوت ما كان واضح. مياه الامطار يتم تصريفها الى مياه المالحه او المياه اللي بتروح لمحطات المعالجه، الا يؤثر ذلك على كفاءه المحطه؟ لا ابدا، لانه بيكون كله مدروس، يعني بيكون ضمن الطاقه الاستيعابيه للمحطه 100%. انا بعتقد بياثر ايجابا استاذ حنا، لاني برفع نسبه المياه الجيده، خلينا نقول لك بيها لان مياه امطار يعني، لانه بالنهايه يعني مياه الامطار هون على فكره ما بيخلوها تروح مباشره للليك او للانهار ابدا، لازم تعدي في مرحله. طبعا هن ما فيهم يعملوا محطات معالجه مياه امطار وخلينا نقول ستوم ووتر بايبس لحاله وبيعملوا ويست ووتر، اكيد هذا الموضوع مكلف للغايه. فعشان هيك هن بياخذوا كل هاي المياه وبيدخلوها بالويست تريتمنت وبيعالجوها كدفعه واحده. هلا هذا الكلام المطبق عندنا هون في ولايه اونتاريو، هلا قد يكون الكلام مختلف في محلات او دول اخرى.
نعم. لكن هاي هي الصيغة العامة المشي هون. تسلم تسلم، نشكرك كثير كثير. وزملائنا إذا أي سؤال قبل ما نختم. شكرا كثير لك أستاذ حنا، وإن شاء الله نلتقي لقاء ثاني. وزملائنا السلام عليكم، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله. أوقات سعيدة وسلام للجميع. تسلم. تحياتي.